بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع وأهلا بكم في هذه المحاضرة المجانية العملية الخاصة بتخصص مكافحة العدوى. أأمل أن يكون الصوت واضح للجميع. يا ريت يا دكتور، بس لو يكون أوضح من كده. يعني طيب، الناس اللي سامعه تكتب انها سامعه كويس. هيك الصوت من سمع. الناس اللي سامعين واضح خلاص، طالما فيو يعني سنجل وليه قال ان الصوت واضح يبقى الديفكت بيبقى عند بعض البارتيسيبنتس. اوكي، انفكشن كنترول، هنتكلم على حاجات عمليه كده بيزكس. يعني اول حاجه التشويس اوف سبيشاليتي، انت لسه واقف على البر عايز تختار مكافحه عدوى ولا تختار حاجه تانية؟ تيك يور تايم. ازاي تختار التخصص؟ ليه؟ لان التخصص زي الزواج كده، هتعيش مع تخصصك طول عمرك، هتعيش مع زوجك او زوجك طول عمرك. تمام، you have to choose بناء على رغبة حقيقية. أمال إيه؟ nobody push you، محدش يزقك. دايما بيقول محدش يزقك على تخصص، محدش يزقك على فعل أنت غير راغب فيه. تمام؟ في اعتبارات كتير. الفرص أولا متغيرة، كل حاجة الفرص والتخصص ومش عارف إيه، لا متغيرة. اللي مرغوب اليوم ممكن يبقى مش مرغوب بكره، ممكن يبقى مرغوب بعد. هيتبقى ايه؟ انك تشتغل في مجال بتحبه. تمام؟ الفرص متغيره، والفرص اللي ما كانتش موجوده في دوله موجوده في دوله ثانيه. يبقى you have to choose your speciality if you like it. لو انت بتحب المكافحه العدوى خلاص خد مكافحه. بس ما ينفعش بقى تنط شويه مكافحه عدوى وبعدين تنط شويه في الكواليتي وبعدين تنط شويه مش عارف في التخصص الثالث وبعدين تخش تاخد مش عارف في التخصص الرابع. دي مش غلط. انت حق ان احنا في عالم التخصص الدقيق، احنا في العالم المقبل هو التخصص الدقيق. حته بقى الجنراليزيشن ده انك تبقى مع فقيه كده، كان زمان ايام ابن سينا والناس دي كلها كان يقول لك انا ابن سينا يعرف الطب والعلوم والهندسه، ما فيش الكلام ده دلوقتي. احنا في عالم التخصص الدقيق، التخصص الدقيق تحبه وتدرسه وتسأل عنه وتقرأ عنه وبعدين تختار. تمام؟ ليه؟ لان في حاجات لازم تختارها ايرلي، زي في حاجه لازم تختارها، حاجات لازم تختارها في حياتك، يور كارير، هتتجوز مين او انت هتتجوز مين، هتعيش معاه طول عمرك، هتشتغل ايه او هتشتغل ايه طول عمرك، هتقعدي فين، حب البلد بتاعتك ولا في هجره يا جماعه دلوقتي؟ انت عايز تحب البلد وتهاجر، لازم تقعد تحاول لحد ما تهاجر وتهاجر. حب المدينه بتاعتك؟ لا. حب البلد بتاعتك؟ لا. عايز اهاجر؟ هاجر. ارض الله واسعه. الاختيار هاو تو تشوز، الاختيار ده اللي احنا اللي هي الامانه اللي ربنا قال عليها. انا عرضنا الامانه دي هي الاختيار. تختار ان تعبد الله، لان في ناس بيعبدوا اشياء اخرى. تختار ان تعمل تفعل الخير او تعمل الشر. الاختيار دي المساحه اللي ربنا اداها لك دي هي الامانه هيحاسبك عليها. انت استغل هذا الاختيار لان بقيه الكائنات مجبره في العيش. الكائن مجبر، كل كائن الكائنات الاخرى. انما انت عندك حريه الاختيار، الامانه التي وضعها الله فيك. You have to choose بكامل رغبتك وارادتك. زي ما قلنا. تخصص انفكشن كنترول او غيره. لو مش حابب انفكشن كنترول ما تدخلش انفكشن كنترول. انا بقول لكم دلوقتي. تمام؟ مش حابب تتجوز فلانه او تتجوزي فلان ما تتجوزيهوش. مش حابب تعيش في بلد هتحاول وربنا هيسهل عليك. ومن يرد سواء بدون من يرد او اللي بيحاول في حاجه ربنا بيداره في الاخر. احنا شفنا ناس نماذج كتير جدا، كل واحد ماشي في سكه لحد ما ربنا في الاخر اداله اللي هو ايه؟ بيحاول فيه، طالما بيحاول فيه بصبر واجتهاد. How to choose your specialty.
بناء على حاجة السوق ولا الحاجة اللي بتحبها؟ لا، أنا مع الحاجة اللي بحبها. ليه؟ لأن حاجة السوق متغيرة من بلد لبلد ومن وقت إلى وقت. تمام؟ اختار الحاجة اللي بتحبها، تستمتع بالعمل فيه، لا تتوتر ولا تتكهرب ولا تتعب. تمام؟ طيب، ظهر لنا انفكشن كنترول سبيشاليتي، تخصص اسمه انفكشن كنترول. ليه بعض الناس، مش هقول كل الناس، لان يعني لا البشر لا يجتمعون على ده. ليه بعض الناس حبوا الانفكشن؟ تخصص جديد، تخصص جديد ما كانش موجود من زمان. تخصصات ثانيه تكدست، الصيدله والاسنان والفشري وتخصصات والتمريض، تكدسوا بالخريجين التقليديين. فيش كنترول مجال جديد، هل ينفع تخصص فيه كصيدلي او كاسنان او كبشري او كتمريض او هيلث كير وركر ان جنرال؟ ينفع تخصص فيه. اتنين، بقى مقرر، مفيش مستشفى. كان زمان المستشفى عشان تعمل انفكشن كنترول تبقى لوكسري، مستشفى رفاهيه. لا، مش بقى مش رفاهيه يا حبيبي، بقت مانداتوري عشان تاخد الاكريديتيشن ويصبح لك اسما في سوق العمل. لازم عندك انفكشن كنترول، جود انفكشن كنترول ديبارتمنت. مش جود وبس، ده انت عندك دلوقتي بانديميكس. الناس اللي كانت تعتقد ان الانفكشن ديزيز، تخصصات الانفكشن ديزيز والانفكشن كنترول والحاجات دي، لا 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 لا، في ناس اعتقدت بعد يعني invention of vaccinations or vaccines أنه تم القضاء على الأمراض المعدية وأن العالم في سبيله في الاتجاه الثاني اللي هو non-communicable disease، الضغط والسكر والقلب ومش عارف ايه والاستروك والحاجات دي كلها، ووجهت الميزانيات في الاتجاه الآخر. تمام؟ ثم فجؤوا بقى بالإبيديميكس والبانديميكس والأوتبريكس والميوتنتس والقصص. لا إيه ده، لا لا لا، رجعوا تاني الميزانيات للأمراض المعدية والإنفكشن. ده يدل لك على إيه؟ دوام الحال من المحال. قلت إن إحنا خلاص. تمام؟ يبقى تخصص جديد، في فكر وعمل وتفاعل، كل يوم في جديد، مانداتوري، مفيش مستشفى هتتعمل بدون انفكشن كنترول ديبارتمنت. كان زمان بقى من عشرات السنين كده مستشفيات نجلكت الانفكشن كنترول. لا، دلوقتي احنا في عالم تغير كثيرا بعد الاوتبريكس والابيديميكس والبانديميكس والقصص دي كلها. يبقى تخصص انترستنج يجذب الطبيب والاسنان والصيدلي والممرض والفني وهو ايفر يعني انترستد از اوكي. تمام؟ طيب هاو تو ستارت؟ انا راجل شغال في تخصص ثاني بس حابب هذا المجال، اقرا عنه، اسال عنه، خد فكره. عارفين ما يسمى في الابحاث العلميه بالانفورميد كونسنت؟ الانفورميد كونسنت انك بتوافق على الاشتراك في دراسه معينه بناء على المعلومات الكامله. يعني ما بتخش الدراسة هتشترك في أبحاث عن كوفيد 19 فاكسين، لا، يجيب المعلومات كلها. ما الموافقة المبنية على المعلومات، الانفورمد. انت اول ما تتأول قبل ما تختار اي تخصص، بس عليك كويس جدا وتقرا عنه، شوف الشغل عامل ايه فيه، شغل عامل ايه، تخصصات البوست جرادويت ستادي، الورلد وايد سيتويشن. هاو تو ستارت؟ احنا عندنا بدايتين، بداية أكاديمية وبداية عملية. أنت شغال في قسم في مستشفى بس مش في الانفكشن كنترول، عايز أبدأ بداية عملية، أدخل من باب انفكشن كنترول ليزون، سفير الانفكشن كنترول ديبارتمنت في القسم بتاعي. أروح القسم أقول لهم أنا انفكشن كنترول ليزون في القسم بتاعي، أنا في البطنة، في الجراحة، في النساء، في الأسنان، في التمريض، في التمريض بقى في تمريض البطنة، تمريض الجراحة، تمريض الاي سي يو، تمريض الاي اي قسم.
هبقى سفير، هعمل سفاره للانفكشن كنترول في القسم بتاعي. بناء عليه الانفكشن كنترول ديبارتمنت هيدربني ويعرفني ويوثقني ويقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه والحاجات دي كلها، وهبقى لينك انفكشن كنترول لينك. فانا دي البدايه العمليه. طب البدايه الاكاديميه ابدا ادور بقى على بوست جرادويت، ابدا بالحنين الاول. ايه الحنين؟ دبلومه مثلا، دبلومه في جامعه، دبلومه في وزاره الصحه، دبلومه في مستشفى عسكري، دبلومه في وات ايفر، كورس معين. ابدا ايه؟ جرادويت، ابدا اخد ايه؟ الطريق الاكاديمي البوست جرادويت باث واي، ابداه من الاولى من تحت، كورس او دبلومه وبعدين ماستر وبعدين دكتور وبعدين بورد وبعدين انتشر. يبقى عندك بدايه عمليه، انت شغال في اي قسم خارج مكافحه العدوى، ابدا بالانفكشن كنترول لينك ستار، لينك نيرس، لينك فيزيشن، لينك دنتست، لينك فارماسيست، اي حاجه، واشترك في الكوميونيتيز والحاجات دي. بدايه الاكاديميه، ابدا تحسس طريقك في الدراسه البوست جراديويت، كورس 3 4 ايام، دبلومه 6 شهور او سنه، مش الاول، بعدين خطوه خطوه لحد ما ايه. طيب هاو تو سيرتيفاي الاكاديميك باسبورت، انت هتشوف قدامك كده طريق سيرتيفيكيشن قدامك، وتبقى عندك كونسيستنت واي ماشي في طريق، هخلص الكورس بعدين الدبلومه بعدين الماستر بعدين البورد بعدين البطوله بعدين وات ايفر وهكذا. وانت ماشي في طريقك، هاو تو فايند انفكشن كنترول جوب وورلد وايد، وظائف موجوده في كل مكان دلوقتي، بقى في اونلاين. ادخل بقى انفكشن كنترول بروفيشنال مره، انفكشن كنترول مانجر، انفكشن كنترول براكتيشنر، انفكشن كنترول سبيشالست، انفكشن كنترول نيرس، انفكشن كنترول تكنيشن. الوظائف وورلد وايد، وكل مستشفى صغيرا كان ام كبيرا لازم في قسم مكافحه العدوى، والا مش هياخد الاكريديتيشن. ولازم القسم يبقى كومبتنت، لازم يشتغل صح، ولازم بيد ويل، يعني دفع له رواتب كويسه. تمام؟ يبقى دي بدايات عشان تبقى انت واخد طريقك صح، تمشيش في طريق غلط وتمشي في عده سنوات تضيع وقت من عمرك. انت ماشي في وان باث، احنا كلنا ماشيين في وان باث، اتجاه واحد، طريق اتجاه واحد، محدش بيرجع. طيب ندخل بقى في فيكشن كنترول، بيتم فين؟ في الهيلث كير فاسيلتي. عشان فيكشن كنترول في العراق؟ لا، اشتغل في مؤسسات الرعايه الصحيه. انا ما قلتش انها مستشفيات على فكره، انا قلت هيلث كير، بس لان الرعايه الصحيه ليست مستشفى فقط، والانفكشن كنترول مش في مستشفى فقط، امال في ايه؟ في هيلث كير فاسيلتي، التعبير الامريكي ده الفاسيلتيز، مصادر او اماكن تقديم الخدمه الصحيه. دي انواع كتير بقى دلوقتي، كان زمان احنا عندنا مستشفى الرعاية الصحية مستشفى. طب من أول الصف، لا دلوقتي في قسموها إلى حاجة اسمها أكيوت كير هوسبيتال، لونج تيرم كير هوسبيتال، هوم هيلث كير، أمبولاتوري كير اللي هي الأو بي دي الأوت بيشن كلينك، فري ستاندنج سبيشالتي مراكز تخصصية. بقى في أنواع كتير من الهيلث كير، بس كل واحدة من دول ما ينفعش تشتغل بدون انفكشن كنترول ديبارتمنت. ده معناته ايه؟ معناته عندك chances of applying for jobs not for for hundreds of thousands of jobs worldwide. ما كانش موجوده زمان. ليه هنا الانفكشن كنترول 100؟ لان حصل تكدس في التخصصات التقليديه. امراض صحيح لسه ستيل they need بس خلاص يعني. الانفكشن كنترول هتشتغلوا فين؟ في الهيلث كير فاسيلتي، مش مستشفى بس. مستشفى فيها طوارئ اكيوت كير، مستشفى رعايه منزليه هوم بيز،
حاجات خارجيه لازم يكون فيها فشل، مراكز تخصصيه ما فيش، لونج تيرم للمسنين فين، تمام كده؟ هذه هي اماكن العمل. طيب الاماكن العمل دي احنا خايفين فيها من ايه؟ من الريسك اوف انفكشن، ريسك اوف ترانسميشن اوف انفكشوس ايجنت. احنا خايفين من خطر العدوى. ازاي؟ يعني مريض يدخل سليم يعمل عمليه جراحيه ياخد كورونا من المستشفى. العار شيم، او انت كطبيب او كاسنان او صيدلي او ممرض او فني تروح تقول لك الصبح تأدي عملك في المستشفى يجي لك انفكشن، شيم، اتس شيم فور انفكشن كنترول براكتس، تمام؟ يبقى الريسك اوف انفكشن موجود في ليه موجود الريسك انفكشن في هيلث كير؟ ده تجمع المصابين، عارفين المستشفى فيها ايه؟ فيها مرضى، المرضى دول اللي هم بؤر للانفكشن متجمعين في مكان واحد، هاي ريسك اوف ترانسميشن اوف انفكشن، هاي شانس اوف انفكشن. So the risk of transmission of infectious agents occurs in all health. ما حدش يقول لي في مستشفى بس، في العيادات الخارجية، في العيادات التخصصية، في كل مكان. يبقى it is shame إن أنت تروح المستشفى وتاخد infection. It is shame إن المريض يدخل عشان خدمة صحية ياخد infection بالإضافة إلى الخدمة الصحية اللي خدها. تمام؟ طيب. الانفكشن دي بتحصل إزاي؟ transmitted between patient to patient، من مريض لمريض، مريض بكوفيد 19 حطيته مع مريض عادي نقل العدوى للناس. طيب patient to health care worker، اكيد الهيلث كير وركر ما التزمش باجراءات مكافحه العدوى بالهاند هايجين والبي بي اي والتباعد و و و الى اخره. جادات انفكت فيزيتورز، الزوار، المستشفيات اللي تسمح بالزيارات في هذه الاوقات العصيبه، الفيزيتور يدخل ياخذ شيم، الفاميلي ممبرز، الفريندز، صديق، صديق من مستشفى تاني جاي هنا، صديق طبيب او ممرض جاي من مستشفى تاني، تراني جاي، ستودنت جاي، ريسك اوف انفكشن از ذير اول ذا تايم. من الناس، الناس اللي قلناهم دول كلهم، او من الهوستل انفايرمنت، او من الميديكال اكويبمنت، الاكويبمنت الادوات اللي جوه، خارج كويس، عقميته كويس، او من الانفايرمنت الهواء اللي جوه ما تفلترش كويس، ما تظبطش كويس اكوردنج تو ذا جايد لاينز اوف انفكشن كنترول. هناك خطر مستمر في تجمع المصابين، مستشفى تجمع المصابين، البلاوي كلها، ربنا يعافينا جميعا، البلاوي كل واحد عنده مبتلى، وجه المستشفى اللي جاي يعمل جراحة، واللي دخل التهاب رئوي، واللي دخل يعمل زايدة، واللي دخل تولد، واللي دخل، واللي الطفل اللي جاي تعبان، واللي جاي بحادث سيارة، انت عندك فرايس من المصائب في مكان واحد. يبقى خطر the risk of infection is there all the time. من هنا يأتي دور بقى أهمية مكافحة العدوى. طيب من هنا يأتي أهمية وجود infection prevention and control program، لأن عندنا خطر زي ما قلنا، تمام؟ فلازم يبقى فيه competent infection prevention and control بروجرام. كويس، ايه انفكشن كنترول بروجرام ده؟ برنامج مكافحه العدوى. انفكشن كنترول بروجرام، الانفكشن كنترول بروجرام ده اسمه انفكشن بريفنشن اند كنترول.
هدفه ايه البروجرام؟ prevention and control of infection, protection of patients, staff, visitors. هلا هو في prevention, احنا ايه الاسم الطويل ده؟ infection prevention and control. احنا ليه عملنا يعني كنا بنقول infection control, ليه عملنا infection prevention and control؟ في فرق بينهم الاثنين. infection prevention and control, قال لك اه البريفنشن before the infection, انا امنع الانفكشن كوفيد 19 امنعه يدخل المستشفى. امال الكنترول دخل, ابدا احاول اسيطر عليه واقلل من انتشاره. كده الاقسام كلها اسمها اي بي سي, والاكريديتيشن ايجنت مسميها او بي سي اي بريفنشن كنترول وانفكشن. هتلاقي الجي سي اي او السيباني كاتب كده بي سي اي او اي بي سي. ليه؟ لان عندنا prevention امنع الانفكشن. طب كنترول دخل بطريقه ما نتيجه لتقصير ما احاول السيطره عليه. طيب اذا الانفكشن prevention and control program ده المسمى اللي احنا هنعمله كل المستشفيات وكل الهيلث كير فاسيلتيز عشان نحارب نوقف نمنع الانفكشن. هو البريفنشن ده مرحله واحده ولا مرحلتين ولا ثلاثه؟ البريفنشن دايما بيقولوا عليه في برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن وتيرشري بريفنشن. علماء البريفنشن او الانفكشن بريفنشنست او الانفكشن كنترول او البريفنتيف ميديسين او الانفكشن ديزيزز بيعملوا ايه؟ بيقسموا البريفنشن الى برايمري بريفنشن, يعني بريفنشن اوف اوكرنس اوف انفكشن. اعمل ميجر في المستشفى بتاعتي, في العياده بتاعتي, في اللونج تيرم سيستم بتاعتي, في سبيشالتي كير سنتر بتاعتي, اعمل ميجرز امنع الانفكشن وعيش بالسلامه. تمام؟ طيب ما قدرتش اعمل البرايمري بريفنشن نتيجه لان انا مش كومبتنت قوي او في ثقوب في جدار البريفنشن, اجري على طول كمان معايا السكندري بريفنشن اللي هو الاير ديتكشن اوف انفكشن اند كنترول. ده بنسميه السكندري بريفنشن. تمام. طيب فلتت دي مني كمان, ادخل بقى على التيرشر بريفنشن والحق المريض اعمل له ريهابيليتيشن. مريض جاله من الجايتس, فقد السمع او النطق او الحركه من اعضاء, ابدا بقى اعمل ريهابيليتيشن لان المصيبه قد وقعت. دي مراحل البريفنشن اللي العلماء اتفقوا عليها وقالوا ان افضل واحده فيها البرايمري بريفنشن. ليه؟ تمنع البريفنشن, تقفل الباب وتعيش في سلام. تمام. طيب اعمل برايمري بريفنشن ازاي؟ هل اقدر انا اموت كل الاورجانيزم في الحياه؟ ما هو انا الانفكشن دي يا جماعه اورجانيزم. طيب هل يستطيع احد على هذا الكوكب ان يقتل جميع الاورجانيزم؟ لا يستطيع. امال ايه دوري؟ دوري البريفنشن اوف ترانسميشن, امنع انتقال, امنع انه ينتقل عني. بعد الان امنع انه ينتقل من شخص لشخص داخل المستشفى او المؤسسه المسؤوله. لكن ما اقدرش اموت الناس الاورجانيزم كلها, ربنا خالق ملايين مليارات الاورجانيزم على هذه المجره. انفكشوس ايجنتس دي السايكل اوف انفكشن او التشين اوف انفكشن. اورجانيزم بيعيش في مكان بيحب يعيش فيه, بيتكاثر, يطلع من هذا المكان, ينتقل بطريقه انتقال مود اوف ترانسميشن لشخص اخر بورتال اوف انتري, والشخص هذا بنسميه احنا السيستم غير ممنع, وهكذا السايكل شغال. طب انا هعمل ايه هنا؟
صحيح بقى بشتغل على بعض الحاجات، يعني الفيكشوال ايجنت بستعمل بعض المطهرات، الريزرفوار بحاول اعالجها واكتشف، البورتال اوف اكزيت بتعامل معاه، البورتال اوف انتري بقى بالجايد يعني بالاويرنس والحاجات والى اخره، السسبتبل بديله تطعيم عشان يمنع، انما الشغل الاساسي فيه بريفنشن اوف ترانسميشن، بشتغل على الاورجانيزم. عشان كده العلماء اما ظهر الكوفيد 19 قعدوا فترة طويلة يقولوا بيتخن ازاي، ده جاي منين؟ جاي من القرود؟ جاي من الخفافيش؟ جاي منين؟ تقيل ازاي؟ دروبليت ولا اير بور ولا كونتاكت ولا فود بور؟ مش عارف، الصينيين بياكلوا كل حاجة متحركة، يبقى اكيد بينتقل. في الاول قالوا فود بور، بعدين قالوا لا ده دروبليت، بعدين قالوا لا ده اير بور، وبعدين قالوا لا ده دروبليت، قالوا ممكن كونتاكت، بيقولوا بيعيش قد ايه على الاسطح. قصة طويلة جدا عشان نصل ل what is the mode of transmission of COVID-19 عشان نبدأ نشتغل بيها عليه كانفكشن. تمام؟ فالشغل الرئيسي for primary prevention is the mode of transmission. طيب نرجع للبروجرام. ايه البروجرام ده؟ infection prevention and control بروجرام في المستشفى. عايز اعمل بروجرام في المستشفى، اعمل ايه؟ اول حاجة اهتم بيها البشر للحجر، تيم، تيم اللي هيشتغل. عايز يبقى عندك فريق كرة قدم كويس، هات ناس كويسين، لعيبة كويسين. تمام؟ ده الأساس، الباقي مهم، بس ده الأهم. التيم اللي هيشتغل الكومبوننت أوف ذا بروجرام، فيكشن بريفيشن بروجرام، التيم. إيه التيم دي؟ إيه التيم؟ ماذا وراء التيم؟ التيم النمبر، السيرتيفيكيشن، الباك جراوند، والليفل، والتريننج، الناس اللي هيشتغلوا معايا، ما اجيبش ناس ضايعين يضيعوني ويضيعوا القسم ويضيعوا المستشفى ويضيعوا العياده ويخبطوا ونفشل في الاكريديتيشن. اول حاجه النمبر، لازم يكون عندك جود نمبر اوف ستاف، التيم اللي عندك لازم يكون مناسب لحجم المؤسسه الصحيه. ازاي؟ المستشفى عندي 1000 سرير غير المستشفى ال 150 سرير او 200 سرير او 300 سرير. المستشفى فيها 3 4 اي سي يو، كل اي سي يو فيها 10 بيت، مختلفه جدا عن اكوردنج تو ذا بوليسي البلد اللي انت قاعد فيه، والدايركت والدايركشن من الاداره اللي انت تابع ليها هيقولوا لك النمبر، هل هو واحد ل 50 سرير ولا واحد ل 100 سرير، واكوردنج تو ذا نمبر اوف اي سي يو بيدز. يبقى النمبر، انت شغال في المكان اللي شغال فيه، العدد اللي شغال، تحسب عدد الاسره. طبعا في طريقه كتير، في البيد اوكيوبانسي وفي كذا طريقه لحساب النمبر. احنا هناخد ب الاكريديتيشن ايجنت، قال لك كل 50 يبقى كل 50، كل 100 يبقى كل 100، الحته اللي انت بتشتغل فيها. تمام؟ والنمبر اوف اي سي يو بيت كذا، يبقى واحد لكل كام نمبر من اي سي يو بيت، وتاخد بالستاندرد اللي انت شغال فيه في البلد اللي انت بتعمل فيه. اوعى تحاول تقلل العدد او تزود العدد. لا قلل، يعني العدد بالذات يبقى مظبوط. طب السيرتيفيكيشن، الناس اللي هيشتغلوا معايا دول، اختار كده ناس. كان زمان اول ما يعني ظهرت الانفكشن كنترول كتخصص، المدير يحب حد في التمريض عايز يريحه ويخليه مورنينج شيفت، يجيبه يحطه في الانفكشن كنترول، مرجعه بالشغل يجيبه يريحه. يعني طبيب مثلا زهقان منه مش عارف فين، يعني يجيبه هنا يجيبه هنا، فكان عامل زي مخزن، يا اما احيانا المرضي عنهم او المغضوب عليه. الاول خالص يعني. لا، التيم اللي هيشتغل في الانفكشن كنترول في الوقت الحالي في هذه الاوقات العصيبه زي ما قال اسمه ايه ده كده، لازم يكون سيرتيفايد. سيرتيفايد يعني ايه؟ يعني عنده فكره عن الموضوعات. يا معاه دبلومه، يا معاه كورس معتبر، يا معاه ماجستير، يا معاه بورد، يا معاه دكتوراه، وعنده خبره.
يبقى السيرتيفيكت اختار التيم سيرتيفايد من انفكشن كنترول. ليه؟ هيبقى عنده فكره. طيب الباك جراوند اللي هي الاكسبيرينس الخبره، في ناس ذاكرت نظري وخدت شهاده نظري بقى سيرتيفايد بس ما اشتغلتش، تاخد الناس دول تشغلهم في الفيلد عارفين يشتغلوا. عشان كده دايما يقول لك شهاداتك وخبراتك، شهاداتك العلميه الاكاديميه وخبراتك العمليه، عشان ما دي بنسموها ايه الكومبتنس اللي هو ترجمه ما تعلمته في الشهاده العلميه للشغل العملي. ولا هيبقى عندك مكاتب عليها ناس تمام، يبقى العدد يبقى كافي according to the standard. اللي شغالين دول لازم يبقوا certified، اتنين يبقوا experience عندهم خبرة. طب الليفل ايه المقصود بالليفل؟ انا عندي من تحت خالص ببدأ بحاجة اسمها infection control practitioner، اطلع فوق شوية infection control specialist، اطلع فوق شويه انفكشن كنترول كوردينيتورز، اطلع فوق شويه انفكشن كنترول دايركتورز اور هيدز اور مانجرز ليفلز. تمام، لازم عندي الليفلز. لو المستشفى بتاعتي كبيره هيبقى عندي انفكشن كنترول براكتيشن ده العدد الاكبر، نظام الهرم من تحت انفكشن كنترول براكتيشن عدد كبير، فوقهم شويه السبيشاليست، فوقهم شويه الكوردينيتور، فوقهم شويه الهيدز او الدايركتورز او المانجرز اوف انفكشن. اعمل ليفل في التيم، مش يبقى عندي كله انفكشن كنترول براكتيشنر او انفكشن كنترول كورد، ما ينفعش كده. طيب التريننج، لازم اعمل ابديتنج للتريننج، هو ده اللي جاي ده يشتغل. صحيح هياخد خبره من الشغل العملي بس محتاج تريننج للابديت. في نيوز يا جماعه، في كل يوم جديد، كل يوم ابحاث. شوف كوفيد 19 اول ما بدا والان كل يوم بحث ينزل، لا دروبلت، لا ايربور، لا الفاكسين ده كويس، لا ده افضل، لا الديوريشن اوف اميونيتي بعد الانفكشن كانت 6 شهور، لا بقت اقل، لا اللي خد مناعه من الانفكشن بيقعد بسرعه ما يطعم، لا ده يطعم على طول بعد التعافي. كل يوم في تريننج والابديتس. شهاده البورد الامريكي دي، وامريكا على فكره ما عندهاش شهاده طول العمر، والدول الغربية المحترمة ما عندهمش شهادة طول العمر، احنا هنا بناخد شهادة طول العمر. تتخرج تحط شهادة في جيبك وتجلس عليها حتى التقاعد. لا هناك ما فيش الكلام ده. بورد الأمريكي مكافأة العدوى 5 سنين، بعد 5 سنين لو ما جددتش يبقى أنت ما ينفعش تبقى سي آي سي سيرتيفايد، تفقد السيرتيفيكيشن. كذلك البورد في البطنة، والبورد في الأطفال، والبورد في الجراحة، والبورد في العيون، والبورد في الأسنان. فترة 5 سنين 10 سنين، بعدهم لازم تعمل تدخل امتحان ثاني، تعمل رينيوال. ليه؟ مفيش حاجة اسمها شهادة حتى التقاعد اللي عندنا. تاخد الشهادة بتاعتك وانت عندك 22 سنة أو 23 سنة وتحطها في جيبك وتجلس عليها حتى التقاعد. هذا اللي يحدث في العالم كله. يبقى التريننج تتدرب، تاخد هو التيم بتاعك اشتغل، عايز تشتغل شغل كويس، تشتغل شغل صح، ولا عايز تخبط في الحلل. طيب يبقى التيم خلصنا منه. النقطة الثانية في الشغل اللي احنا قلنا لكم البروجرام، نرجع تاني للبروجرام. أول حاجة كان التيم، ثاني حاجة المانيوال، الدليل، الكتاب، المرجع، البوليسي. والبوليسي حد بيشتغل من غير مرجع، من غير كتاب؟ المسيحيين لهم كتاب، والمسلمين لهم كتاب، واليهود لهم كتاب. دليل العمل بتشتغل ازاي؟ المانيوال فيكشن كنترول بوليسي اند، بعضهم بيسميه البوليسي، ماشي لما انت عايز تسميه، احنا بنسميه المانيوال، وبالعربي دليل مكافحه العدوى، مجموعه البوليسيز والبروسيدرز اللي بتعملها. ايه مواصفات المانيوال اللي هتشتغل عليه؟ لازم يبقى كومبرهنسيف. كومبرهنسيف يعني
يعني مش سايب نشاط في المستشفى بيتعمل خاص بالانفكشن كنترول، لان ما ينفعش واحد يشتغل خارج البوليسي. اول كلمه تقول لك as per policy as per manual، الدليل بتاعك القانون، انت مش عارف حد فاهم غير القانون؟ لا، يبقى لازم يكون كومبريهنسيف، يعني contains and includes all activities of infection control. طيب ظهر الكوفيد 19 جرينا عملنا له بوليسي، يعني ما ينفعش نشرفه الانفكشن كنترول بدون بوليسي. ظهر الكوفيد 19 فاكسين جرينا عملنا له بوليسي، ليه؟ والبوليسي كل شويه يجي لنا جديد نجري نعدل فيه. يبقى شو اول حاجه؟ ان هو لازم يكون كومبرهنسيف، شامل كل الاكتيفيتي حتى النيو اكتيفيتي. طيب يكون شيرد وذ ذا كونسيرن ديبارتمنت. يعني ايه الكلام ده؟ هتعمل بوليسي مع الانفكشن كنترول في الاو ار غرفه العمليات، ينفع تغيب دور الجراحين في الموضوع؟ ما ينفعش. الجراح اللي شغال جوه، والممرض اللي شغال جوه، والممرضه اللي شغاله جوه، والفني اللي شغال جوه، لازم يبقوا انكلودد في البوليسي الخاصه والانستيزيا بالانفكشن. يبقى شير تعمل انفكشن كنترول بوليسي في الاطفال، دخل فيها فوز جراحه، دخل فيها اوضه الجراحين، النساء دخل فيها النساء. ليه؟ لان العمل جماعي، ما ينفعش تشتغل انت لوحدك، تمام، وتنزل عليهم القوانين من اعلى، ما ينفعش. يبقى شيء عشان تضمن تعاونه مع على الاقل شيرد وذ ذا كونسيرن ديبارتمنت. طيب ثالث حاجه في المانيوال مهمه جدا، كونتينوس ابديت. ما ينفعش اقوم عامل مانيوال للمستشفى واسيبه حتى التقاعد، او اسيبه 10 سنين، الناس كلها عملت وابديت وانا شغال على قديمه. يبقى كل سنتين او ثلاث سنين البوليسي دي تتحدث بناس educated in infection control certified in infection control مع قسم ال CQI اللي هم الجودة، ومع ال concerned staff in the department. يبقى shared مع ال department updating كل سنتين ثلاث سنين hospital distribution. يعني ايه؟ وانا هعمل مانيوال وعينه في الدرج؟ لا، اعمل مانيوال واضعه على الاونلاين سيستم في المستشفى، على الكمبيوتر، على شبكه المستشفى، بحيث في الاي سي يو تحتاج تشوف حاجه في المانيوال تدخل على الكمبيوتر تشوف. الجراح حب يشوف حاجه من على مكتبه على الكمبيوتر يفتح على شبكه المستشفى ويشوف المانيوال ويشوف البوليس الحته اللي بيدور عليها. الاطفال والنساء والبطنه، كل التخصصات، السي اس اس دي، الكواليتي، اي ديبارتمنت عايز يشيك ويشوف ويلتزم بالبوليسي يقدر اسمها بنسميها ايزلي اكسسبل، يعني تبقى متواجده، تبقى قريبه منه، تمام؟ اونلاين، ويفضل كمان هارد كوبيز. هارد كوبيز يعني ايه؟ يعني تطبع المانيوال في مجلد، وكل قسم يبقى فيه مجلد. ليه؟ لان في ناس بتستصعب فتح الكمبيوتر وفتح الاكونت وتدخيل الباسورد والبحث مش عارف ايه، يجيب الكتاب من على الرف ويفتح المانيوال ويشوف البوليس. يبقى هوستل ديستريبيوشن اونلاين وهارد كوبيز، ماشي. طب ايه كمان؟ بريفير تو بي كلر بكفر. دي حته بقى كده يعني ايه الامريكان بيحبوها، يقول لك ذا ريد بوك، ذا جري بوك، ذا بلاك بوك. انت سمي، حط، اعمل، اطبع المانيوال في طبعه شكلها حلو، وادي جلد لون، اللون اللي بتحبه، عايز تخليه جرين بوك، خليه زي الكتاب الاخضر بتاع القذائف بتاع زمان، الكتاب الاخضر. وانشر ثقافة الكتاب الأخضر في المستشفى كلها. كل مستشفى يقول لك الكتاب الأخضر، الكتاب الأخضر، الكتاب الأخضر، جرين بوك، جرين بوك، هو بتاع الانفكشن كنترول. الناس هتحفظ الحاجات دي. يقول لك لوك فور ذا جرين بوك، لوك فور ذا جرين بوك، افتح الجرين بوك.
دي ثقافة في الغرب بيتبعوها للتسهيل والاكسسبيليتي. ماشي؟ المانيوال اللي بتعمله ده لازم يبقى كونسيستنت مع الكونسيبت اوف هاير ادمنستريشن. انت شغال في وزارة الصحة ما ينفعش تعمل مانيوال من نفسك وتسيب الناس اللي فوق. هم اصلا بيعملوا مانيوال جنرال وانت بتاخد تفصل على المستشفى بتاعك. فلازم يكون كونسيستنت مع الهاير ادمنستريشن. انت شغال في مستشفى على كاري عندك دور الخدمات العامة الطبية. شغال في مستشفى مدني الجهة اللي انت تابع ليها لازم يبقى الرؤية والرسالة متوافقين ولازم تبقى inconsistent. تبقى consistent يعني inconsistence او consistent مع الجهة. لا تغرد لوحدك في السر. انت مع انت شغال في جهة يبقى ماشي اونلاين مع الم... يبقى في هارموني في الشغل وفي الاداء اللي انت بتعمله بالنسبه للمانيوال. دي النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عليها في البروجرام تيم ومانيوال. نرجع للبروجرام في ايه تاني؟ انا بعمل بروجرام المستشفى اللي انا شغال فيه. الاكويبمنت الاكويبمنت هو في اكويبمنت في اكويبمنت للانفكشن كنترول. في اكويبمنت في الانفكشن كنترول عندك حاجات كتير جدا. على سبيل المثال الهاند سانيتايزر. الهاند سانيتايزر معقمات الايدي انت مسؤول عنها، تشرف على شرائها وتوزيعها والمواصفات 70% الكحول وهي ومناسبتها للناس، هل هي ستيكي ولا هي فلويد ولا وضعها ايه. يبقى الكواليتي والكوانتيتي والديستريبيوشن ان ذا هوسبيتال. ما ينفعش تحط في قسم تسيب قسم، تسيب كوريدور تحط في كوريدور. تمام. حاجات بتعمل ديسبنسرز. الديسبنسرز اللي هي الديفايس تحط فيه الهاند سانيتايزر وتاخد منه. الديسبنسر برضو لازم تبقى الكواليتي بتاعتها كويسه، الكوانتيتي بتاعتها مناسبه لحجم المستشفى، الديستريبيوشن في المستشفى كلها مناسب ان يكون مناسب. طيب ايه تاني من الاكويبمنت؟ البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، وسائل الوقايه الشخصيه. عندنا الجلافز، عندك سمول وميديوم ولارج. بس بيجيب ثلاثه ليه؟ لان في فلبينيات ايديهم صغيره وفي عرب ايديهم ما شاء الله كبيره وفي هنود ايديهم كبيره. الجاون سمول وميديوم ولارج. الماسك طبعا في سيرجيكال ماسك اختار جوده لانها غير كويسه، والماسك يبقى ككواليتي وكنمبر كديوريشن اوف يوز. يبقى انت قصه كبيره عشان تعمل اديوكيشن صح، هنتكلم عليها. الفيس شيلد وهكذا، كل البي بي اي اللي عندك والهيد كفر والشو كفر والحاجات اللي هي دي كلها متوفرة بقدر حاجة المستشفى. ايه كمان في الاكويبمنت؟ الديترجنت المنظفات. هذا حد هيقول لي ده دي شغل هاوس كيبر، والهاوس كيبر هيشتغل من نفسه. عاملات النظافة دول لازم في سوبرفيجن انفكشن كنترول سوبرفيجن، وكمان الديليوشن اوف يعني ديترجنت يوزد فور كليننج المستشفى. يبقى الديترجنت تختار الديترجنت بالجوده والكميه والمناسبه. ديس انفكتنتس المطهرات، مين اللي هيستخدم؟ مين اللي هيختار المطهرات؟ الجوده والكميه، الجوده والكميه والتوزيع العادل لكل اقسام المستشفى. الاسترلايزر المعقمات بقى سواء فلويد او سواء اوتوكلافز او الى اخره، ده بيبقى برودكت ايفالويشن، تشترك في لجنه المستروات وتشترك في لجنه الاجهزه. عندك الاجهزه التعقيم والتطهير، الترا فايلوت ديفايسز والهيدروجين بيروكسايد بيبر ديفايسز. الاجهزه دي بتاعت الاكويبمنت بتاعت الكنترول بنجيبها وبنسلمها.
الهيبة فلتر يا جماعة، يعني فلاتر التعقيم موجودة في الأقسام وبنحطها في أقسام كتيرة جدا، في أسنان وفي الطوارئ وفي العناية المركزة وفي الأيزوليشن روم الهيبة وهكذا. عندك قائمة بالإكويبمنت اللي أنت بتستعملها في المستشفى you have to take care of enough amount, good quality, good distribution في المستشفى. follow up of any deficiency قبل ما يخلص يبقى في warning sign. لو العدد وصلت لمرحلة معينة يبقى في warning في السبلاي ديبارتمنت في الوير هاوس ان يقول لك في نقص الحق اشتري عشان الشراء بياخد فتره. طيب نرجع تاني للبروجرام. الديبارتمنت المكان اللي هنقعد فيه القسم، انا هعمل انفكشن بريفنشن كنترول بروجرام، جبت التيم وعملت المانيوال وجهزت الاكويبمنت، القسم اللي هقعد فيه ديبارتمنت هو ديبارتمنت. اه طبعا القسم لازم يكون المكان اللي هتقعد فيه الستاف لازم يسع الستاف. عندي موظف، عندي 15 20 موظف في القسم، ما ينفعش اعمل لهم غرفه ولا غرفتين، لا should accommodate the staff. المكان لازم يبقى close للورك areas، مش في غرفه في بعيده من ناحيه، لا حاجه اسمها كده. ليه؟ لان الانفكشن كنترول مش اقل من اي قسم تاني، الانفكشن كنترول اهم من اي قسم تاني. يبقى you have to talk like this to the hospital director او medical director close to the work area. ماشي. القسم بيبقى فيه recent computers وprinters، طبعا نظيفه جديده، كمبيوتر كويس، في تليفونات لوكال فون. ليه لوكال فون؟ انا هتواصل مع المستشفى كلها كل يوم، هكلم في الجراحة واكلم الاي سي يو واكلم دول وهم يكلموني وانا اكلمهم. على طول كومفورتبل اوفيس، مكتب حلو مريح اقدر اشتغل عليه واقعد عليه 8 ساعات 9 ساعات اشتغل، ممكن اجي في الويك اند ممكن اشتغل افتر بعض افتر اور. في الابيديميكس والبانديميكس يفضل يبقى فيه سكرتاريا، لان احنا شغل الانفكشن كنترول انا بسميه برود سبيكترم ووك. عارفين البرود سبيكترم انتي بايوتيك؟ الانفكشن كنترول از برود سبيكترم اكتيفيتيز، انت شغال تقريبا في كل مستشفى. لازم يبقى في سكرتيره تنظم الشغل وتنظم الفايلات، والا هتضيع الاكتيفيتيز والاوراق والدوكيومنت. لازم يبقى في ايميل اكونت لكل فرد من الممبر من الانفكشن. ليه؟ المخاطبات دلوقتي بقت تميل الى انها بيبرلس. بيبرلس عايزين يستخدموا الاوراق والاتجاه للالكترونيك كوميونيكيشن. طيب الميديا، ايوه نستغل الميديا حاليا. اعمل جروب للفيسبوك، جروب واتساب للقسم، او جروب لللينك ستاف في المستشفى. انت حاطط في كل قسم لينك نيرس او لينك دكتور او لينك دنتست او وات ايفر. اعمل جروب لللينك ستاف وجروب للديبارتمنت عندك، وبعدين اعمل جروب اكبر للمديرين، واعمل كذا جروب تعملهم. استخدم الميديا في سرعه التواصل. تمام. ده المكان اللي انت هتشتغل فيه لازم يبقى بهذا الشكل عشان تشتغل صح، عشان تحارب الكوفيد 19. تمام كويس. خلصنا الكومبوننتس اوف بروجرام، نخش على الفانكشنز. هو البروجرام ده هيعمل ايه؟ اذا انا هعمل البروجرام ده هيشتغل ايه يعني بالظبط؟ يعني ايه شغلته؟ ايه وظيفته؟ حاجات هقولها دي كلها. اول حاجه واهم حاجه السيرفيلانس. يعني ايه سيرفيلانس؟ اسمع منكم شويه بقى لان انا تعبت من الكلام. سيرفيلانس اكتبوا لي على او حد يكلمني. يعني ايه سيرفيلانس؟ حضرتك بتسأل دكتور؟ أيوة. يعني ده مجاوب؟ سيرفيلانس يعني ايه يا سلوى؟ السيرفي
يعني ان احنا بناخد شريحة من السيرفي، اسمه ايوه السيرفيلانس. طيب بناخد شريحة من المجتمع او من البيئة او من المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه، اللي هو مثلا for example is a hospital، فبتاخد شريحة من الببليك من الناس، وبتاخد رأيهم وبتسألهم أسئلة، وبتطلع بنسبة داتا يعني information على أساس إنه تشوف الحاجة دي مع الكوتشنير أو end start end question حاجة كده يعني. هو ده survey، بناخد السيرفي منها الخلاصة وبنطلع منها بنتيجة. طيب خليكي معايا سلوى، انت شايفه السلايد بتاعتي؟ أيوة حضرتك. الكلمه المكتوبه ايه؟ foundation function sorry function of program ايوه، اول حاجه ايه بقى؟ surveillance سيرفيلانس. اوكي ايوه انت كلمتي عن ايه؟ السيرفي السيرفي. ده موضوع تاني ولا هي؟ I'm not so sure doc. فيري جود، طيب خلاص اشكرك على ده. انت عرفت السيرفي صح، بس انا ما ايوه اتكلمتش عن السيرفي، انا بتكلم على السيرفيلانس. اوكي انا سمعتها سيرفي. برافو، خلاص I acknowledge and I appreciate your understanding for survey. Thank you. Your answer for survey is excellent. I like it. شكرا جزيلا. Thank you, Dr. Karen. Okay. Surveillance. حد يقول لي بقى؟ دكتورة سلوى كلمتنا عن السيرفي، كلام كويس جدا. ده مش موضوع. ومش من الفانكشنز على فكرة بتاع البروجرام. مش البروجرام، مش سيرفي، سيرفيلانس. انتوا كاتبين بالعربي تقصي ترصد، تقصي مسؤول التقصي، الاحصائيات، دي الحاجات دي كلها فعلا داخله دي. بس انا عايز حد كده ايه يقول لي اتكل فيه. ايه سيرفيلانس دي؟ يعني هو الانفكشن كنترول بروجرام اللي انا هعمله في المستشفى ده. طيب ايمان؟ Data collection for action. Continuous data collection for action. الله عليك. انت قلت الكلمه اللي انا بدور عليها، الكونتينيوس. اوكي شكرا يا جماعه. سيرفيلانس يا جماعه اون جوينج او كونتينوس، الكلمه اللي قالت ايمان برضه مش عارف اللي انا بخزها حقها. اون جوينج كونتينوس كوليكشن اناليسيس اند انتربريتيشن اوف داتا. ليه؟ وانا هعمل ليه اون جوينج collection analysis and interpretation of data. هل ده مهم قوي في البروجرام؟ عوض كان عمياني كاتب اساسي كويس. عوض بيقول ان انا طبعا الاس اس اي اللي هي surgical site infection surveillance اول، انا بعتبرها اول مهمه للانفكشن بريفنشن اند كنترول. ليه؟ طب حد يقول لي ليه هي اول مهمه؟ ليه انا اول مهمه في البرنامج ان اقعد انا اجمع داتا من كل الاقسام واحللها وافسرها واطلع بينها بنتيجه؟ know your weakness doctor or what's your need to cover. Very good. This is one of the objects. Okay. What else? علشان امنع حدوث العدوى. ماشي. سيطر على الاوبئه قبل ما تنتشر. دكتور to know also the tools you need to be available. اوكي ماشي. عايز اعمل اخد عشان الاكشن اللي انا ممكن استخدمه عشان اضع اولويات واعمل بلان، يبقى عندي اولويات احطها. الله عليك شكرا. عفوا. عشان احدد البريوريتيز. انا عندي ضعف في هذا القسم وقوه في هذا القسم، اركز على القسم الثاني. ماشي. دي نقطة، one of the important objectives للسيرفيلانس. ايه تاني؟
اقدر حجمها وامنع انتشارها. محمد ابراهيم، تحليل البيانات، اعرف المشكله واتحكم فيه. ديتكت او البري، ايوه برافو عليك يا سهام. ديتكت يا جماعه ايرلي اوت، معنى الاوت بريك ده هيحصل بقى اعرفه ازاي؟ هضرب الودع ولا اجيب ساحر يعمل لي مش عارف ايه ولا لا؟ الداتا دي اللي هتقول لي ان عدد الانفكشن، حالات الانفكشن في القسم الفلاني زادت هذا الشهر، انتبه. يبقى السيرفيلانس ده اخطر شيء في المستشفى. هو حد يقول لي انت قاعدين بيجمعوا ده الاحصائيات؟ لا معلش، ما تشفاش، ام سوري، ده دي اهم حاجه. طيب السيرفيلانس بتعمل حاجه مهمه جدا، يا ريت حد يقولها لي بدل ما اقولها انا. السيرفيلانس ده هيعرفني وير ام اي، انا فين، الريتس بتاعتي شكلها ايه، انا زي الناس ولا احسن من الناس ولا للاسف اقل من الناس والانفكشن عندي عاليه او الانفكشن واطيه، او انا زي الناس. السيرفيلانس مثلا ما بنقول مثلا بنعمل احصائيات يا جماعه، دي الشغل، لا شغلك الاساسي. تعرف زي ما قال كده اللي قال مش فاكر اسمه ايه، اس اس اي، هعمل انا الريت بتاع السيرجيكال سايد انفكشن اللي عندي في المستشفى في وزاره الصحه زي بتاع العسكري وزي المستشفيات الامريكيه والبريطانيه والفرنسيه والالمانيه، ولا انا غير او هم غير؟ اللي هيقول لي الكلام ده مين؟ انا شغال وعمال التيم بتاعي شغال ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار، طب الريت بتاعتي عامله ايه؟ هل ده اثر على ان الريت بتاعتي انخفض وبقى الانديكيتور بتاعتي افضل والهوستل هيلث كير اسيت انفكشن اقل من غيري ولا لا؟ مين اللي هيقول لي؟ سيرفينا. Excuse me, doctor. We are measuring any these points according to the standard precaution as international prevention control. Bravo. يعني أنا بقيس طبعاً. Surveillance يا جماعة داخل في كل شيء. Surveillance بقى في داخل طبعاً هنتكلم عليه شوية كده. طبعاً الناس موضوع كبير في كتب. بس احنا هناخد السيرفيلانس هي مجموعه البيانات المطلوب تجمعها من اقسام المستشفى ديلي اور ويكلي اور مانثلي، تجمعها وتدرس وتحط جداول وتطلع نتائج وتحلل البيانات اللي احنا بنقولها في بيرف. احنا قاعدين كده على المصطبه الاحصائيات دي كلها، تمام. البيانات تشمل ايه بقى؟ بتشمل اللي بتسميها الانديكيتور او البندل. طبعا الناس اللي دخلنا دي شويه هنتكلم عن البندل الموضوع ده، بس anyway عندنا سيرجيكال سايت انفكشن في قسم كبير في المستشفى اسمه الجراحه وفي العمليات، وكل يوم لسه عمليات وجراحين ومريض خارج ومريض ده، الحاجات دي ممكن يحصل فينا ايه؟ سيرجيكال سايت انفكشن. يبقى في بقى اعمل برنامج للسيرفيلنس اوف سيرجيكال سايت انفكشن. طب الجراحات ايه؟ جراحات القلب وجراحات الرئه وجراحات المراره وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات العظام وجراحات العيون وجراحات الانف والاذن. عندك جراح، عندك كم رهيب من انواع الجراحات. يبقى عندك نظام للسيرفيلانس سيرجيكال سايت انفكشن لكل انواع الجراحات والولادات والسيزيريان سيكشنز والقطر. ليه؟ عشان لما الاقي اوضه عمليات سيرجيكال سايت انفكشن زاد فيها اجري والحق، اللي هو ايرلي ديتكشن اوف اني اوت بريك. طب ايه كمان؟ عندي حاجه اسمها الفاب فنتليتور اسوشيتد نمونيا.
ناس اللي كانت عينيها مركزه نركب لهم جهاز تنفس الاصطناعي ده بيجي لهم انفكشن يعني لهم التهاب رئوي. اتابع الحالات دي وفي باندل، الباندل دي مجموع الاجراءات اللي بتمنع حدوث الفابور او الاصطناعي. فبعمل برنامج للتبليغ عن حالات الفاب، حاجه اسمها الكاوتي كاسيتور اسوشيتد يورينري تراكت انفكشن. الناس اللي مركبين قصاطه في الجراحات ممكن القصاطه تعمل لهم انفكشن، تعمل لهم برنامج للتبليغ عن الحالات. تمام. الناس اللي مركبين سنترال لاين احنا بنسميها كلابس، سنترال لاين اسوشيتد بلاد ستريم انفكشن، اعمل لهم برنامج ويجي لي الفراغات واحلل واشوف الدنيا ماشيه ازاي. الام دي ار او مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، ام ار اس اي والازيتوباكتر كل الانواع دي كلها الموجوده ممكن تبقى تكثر عندي وتعمل لي مشكله كبيره او ستريس، تعمل لي مشكله في الان اي سي يو او في الاي سي يو، يبقى عندي برنامج للتبليغ عن هذه السبيل يا جماعه. ماشي. ده في كمان بحاجه اسمها بقى البروسيس للسيرفيلانس. يعني مش مجرد الانفكشن، لا ده انا هجيب كمان بلاغات عن ايه؟ عن حاجه اسمها الهاند هايجين كومبلاينس، كم من الاستاف اللي عندي ملتزم بالانفكشن بالهاند هايجين. هل دي مهمه؟ طبعا. الانفكشن الهاند هايجين في الانفكشن كنترول احد الاعمال من اول WHO لحد وزارات الصحه في الدول الى جميع ادارات والمديريات الى المستشفيات الى العيادات. هاند هايجين برنامج سوليد انترناشونال بروجرام، يبقى عندي داخل ادخله في السيرفيلانس، اشوف الاطباء اللي بيعملوا اللي بيشتغلوا يشوفوا على المرضى ملتزمين بالهاند هايجين ولا لا، اشوف النيرس ملتزمين بالهاند هايجين ولا لا. ماشي. And also Dr. Five Moments. برافو. ال Five Moments دي هي ال Indication of Hand Hygiene في المستشفى. ال Five Moments قبل شو بسميها ال Five Moments أو ال Hand Hygiene Opportunities دي في المستشفيات كلها. مدى التزام الممارسين الصحيين بال Hand Hygiene ده مهم جدا. ليه؟ المستشفيات بتبلغ لاداراتها واداراتها تبلغ لوزارات الصحه ووزارات الصحه تبلغ لـ WHO لانه برنامج انترنت. كمان في السيرفيلانس دخلوا الـ PPE compliance personal protective. الناس الدكتوره ما بيكشف على حاله كوفيد 19 يا ترى لبس الـ personal protective equipment ولا لا؟ ولبسها صح ولا لا؟ ولبسها بالاوردر بتاعها ولا لا؟ وقلعها بنفس الاوردر الابروف اوردر اوف دانينج اند دافينج ولا لا؟ الكومبلاينس ده بقى له سيرفيلانس وبقى له اوراق وبقى له ايفالويشن اللي هي عشان تشوف الناس اللي عندك في المستشفى. انت بتعمل بروتكشن، احنا قلنا في اول سلايد خالص الهدف الانفكشن بريفنشن اند كنترول بروجرام هي ايه؟ بروتكشن. طب فيزيتور اند بيشنت. تمام. ف يبقى ما حدش يقول لي بقى انت ايه الاحصائيات يا عم، انا ماليش في الاحصائيات. مالكش في الاحصائيات يبقى مالكش في مكافحه العدوى. والسيرفيلانس يستلزم تعرف شويه عن البايوستاتستكس وتعرف شويه عن الابيديميولوجي. ما تدخل في التخصص لازم تبقى عارف جود شويه، ما بقول لك تبقى يعني بي ابيديمولوجيست، لان ممكن يبقى في احد الممبر من التيم بتاعك ابيديمولوجيست هيفيدك، او كل التيم يتعلم شويه ابيديميولوجي وشويه بايو ستاتستكس وكتير سيرفيلانس عشان يشتغل على هذا الموضوع. بس السيرفيلانس هيديني هيعرفني انا فين بعد سنه، هيعرفني انا ماشي صح ولا ماشي غلط، الريسبي عندي بيزيد ولا بيقل، هيعرفني امتى الحق اعمل كنترول لاي اوتبريك يظهر حالات جديده،
في مستشفيات كتير حصل فيها كوفيد 19 اوت بريك امانج الطلبه في المملكه هنا في السعوديه، انا بكلمكم حاليا من السعوديه تمام، وفي دول العالم على فكره السعوديه. طيب يبقى انا ده اهم فانكشن في البروتوكول. طيب طبعا داخل بقى في السيرفيلنس حاجه اسمها الكي بي اي، كي بيرفورمانس انديكيتور، انا مش عارف في التفاصيل لان احنا بندي البيز تفاصيل كتيره جدا، انا بدي بس الحاجات اللي توجهك في هذا التخصص. ثاني حاجه الفانكشن اوف ذا بروجرام الستاندرد ريبورت. ايه الستاندرد ريبورت؟ يعني اسمع مني برضو لان انا خلاص صوتي هيروح. ستاندرد بريكوشن من فانكشن اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول، حاجه اسمها ستاندرد بريكوشن. يعني الستاندرد بريكوشن دكتور اللي هي تستخدم مع اي مريض، لان انا هو داخل لي ما اعرفش عنده فيكشوز ديزيز ولا لا، زي الهاند هايجين، البي بي اي، سيف انجكشن براكتس، الهاوس كيبر مانجمنت، الهاوس كيبر سيرفيسز او الانفيرومنتال كليننج، يعني حاجه زي كده. يعني برافو، يعني فكرتها هي فكرتها ايه؟ فكرة ان بريفنت الانفكشن، لان زي ما قلت حضرتك كده المريض اللي جاي لي ممكن ان هياخد خدمه ويمشي بسرعه كده، او جاي الطوارئ ما اعرفش الانفكشوال ديزيز عنده موجوده ولا لا، فانا بريفنت البيشنت وبريفنت الاستاف، انا بحمي نفسي برضه. تمام. معلش يا دكتور ممكن اجاوب؟ تفضل جاوب. عبد الله، يو ريجارد ايفري وان كومينج تو ذا هيلث فاسيليتي از انفكشوس انليس بروف اذروايز. الله عليك، اشكرك. شوف كلمه واحده، ده هو الكونسيبت. لان كان في زمان يقول لك ايه، المريض اللي هيجي لي المستشفى ده انا هقعد اعمل له شويه تحاليل واخد منه دم ومش عارف ايه، وشوف عنده انفكشن ولا ما عندوش انفكشن، نقعد مع بعض بقى للقهوه بالخليجي ومش عارف ايه، لا الكلام ده. انت كل المرضى اللي هيجوا لك هتعملهم بالسجين تشوفهم فيكشر ده وبعدين تبقى لا. فكره الستاندرد بريكوشن ان المريض اللي جاي لي ده مشروع عدوى، انا مش حاكر، انا ما مش هعمله تحاليل، مشروع بوتنشالي انفكشر زي ما قال جميلكم. عفوا بوتنشالي انفكشر، يبقى اي مريض هعامله عنه قنبله موقوته. ليه؟ لان مش هقدر انا اكوب ويز اول الناس اللي جالي، مئات والالات اللي جالي كل يوم المستشفى، اعمل ده تحاليل وده تحاليل وتحاليل، ايه اللي هعملها؟ تحاليل ايه؟ بلاد ولا سواب ولا قصص كبيره. يبقى كل مريض جالي هو مشروع، هو قنبله موقوته. يبقى هعمل ايه؟ هاخد البروبوشن بتاعي، ابقى غاسل ايدي ولابس البي بي اي واتعامل معاه كانه معدي. دي فكره الستاندرد. طيب حد صدام عايز يقول حاجه؟ طيب يبقى الاحتياطات القياسيه، ايوه ابو محمد، الاحتياطات القياسيه. مي محمود، معايير ثابته، او الكنديين بيسموها الروتين براكتس، حاجه روتينيه. يعني لو تاخد البورد الكندي اسمها عندهم روتين براكتس، تاخد البورد الامريكي وعندنا بقى كله اسمه ستاندرد بريكوشن، احنا نحب امريكا تفكير شويه. ستاندرد بريكوشن يبقى دي الاحتياطات القياسيه التي تستخدم regardless of patient condition. تمام. طيب الستاندرد بريكوشن بطبقها امتى واستخدمها فين؟ في كل شيء يا دكتور. برافو. وفي كل وقت وفي كل ايه؟ كل شيء مكان. ايوه في كل يعني مثلا في اللاب،
في البروسيجر في كل يعني أركان المؤسسة. تمام، يبقى في كل وقت وحين وفي كل مكان، أي وقت تتعامل فيها مع المريض أو بودي فلويد أو مريض أو أن إنتكت سكين، يعني مريض عنده جرح عنده مشكلة أو ميوكس ممبرين المريض، هيبقى عندي آخد الستاندرد ريبورت وأعمل بروتكشن. تمام؟ في حد طيب. دكتور بيسأل هل 95 ماسك لازم نلبسه؟ لا مش لازم نلبسه، المفروض ان احنا بنلبس اللي هو النورمال ماسك لغاية ما يثبت ان هو عنده whatever تي بي او كوفيد او whatever. يعني لو ثبت عنده كوفيد يا سلوى البسه؟ لازم، لو هو ثبت عنده كوفيد ايوه بلبسه عشان اعمل له يعني اقدر اعمل له observation او monitoring على ادويته او شيء، لكن لو كان هو او تي بي مثلا لازم 95، بس لكن لو هو ما ثبتش عنده no need ان انا البس ال 95. طيب شكرا يا سلوى. حد ثاني اجابه ثانيه؟ واحنا الكوفيد 19 بينتقل ازاي يا جماعه؟ دروبلت ولا اير بورن؟ السلام عليكم. دروبلت. الكوفيد 19 برينسيبل، استقر العلماء في العالم كله ان الكوفيد 19 دروبلت في الوقت. طالما دروبلت ليس هناك داعي للان 95. اما اتعامل مع مريض بشكل عادي هلبس سيرجيكال ماسك فقط. اتز انف. اوكي. طيب امتى البس بقى ان 95 وانا بتعامل مع مريض الكوفيد؟ لما اعمل حاجه اسمها ايروسول جينيريتنج بروسيدرز. هركب له انبوبه، هعمل شفط، هاخد منه سواب، اي اكتيفيتي مع مريض الكوفيد تخليه الاكتيفيتي نسميها مصنفه ايروسول جينيريتنج اكتيفيتي زي ما اخذ سواب او انكيوبيشن او سكشن، هنا لازم البس ال95. ليه؟ لان الدروبلت هتحول الى ايربورن يورين ذات اكتيفيتي. يبقى سيرجيكال ماسك ملبوس صح بالكواليتي الصح في التعامل في النورمال ديلينج with كوفيد 19 is enough. طيب ال95 امتى؟ لما يتحول كوفيد 19 من دروبلت الى ايربورن ديورينج ذا ايرسول جينيريتنج بروسيدر هلبس الان 95. ولذلك اللي هياخد سواب لازم لابس حاجه اسمها فيت تيستنج ان 95. تمام؟ فيت تيستنج يعني ايه؟ يعني لابس السايز المناسب ليه. يعني راح الانفكشن كنترول وحضر الدوره وتجرب عليه السمول والميديوم واللارج ولبسه ولو ان هو فت يعني صالح له قافل على كل الفتحات ما يجيبلوش اورجانيزم. تمام؟ يبقى احنا طب هنخلي جزء للاسئله في الاخر، لان لو فتحنا في الاسئله هل يتطلب لبسه في عيادات الاسنان؟ ذا سيم. If you are doing a result generating procedure in dental department, you have to wear N95. أي activity سواء في الدنتال أو في الميديكال أو في النيرسينج تتعامل مع المريض ومصنفة a result generating تلبس الN95. تمام كده؟ طيب عشان بس احنا خلاص بقينا وقت قليل. الستاندرد بريكوشن بقى شامله كل الحاجات التعامل مع، يعني الستاندرد بريكوشن فكرتها اللي قالها زميلنا من شويه ان انا هلبس اغسل ايدي وهلبس البي بي اي لما اتعامل مع المريض باعتباره قنبله موقوته. قنبله موقوته يعني ايه؟ يعني في عدوى انا مش حاول اطور عليه. طيب
ثالث فانكشن في البروجرام عشان بس نغطي، لان لو ما هنلحق نغطي ايزوليشن ريبورت. ثالث فانكشن في البرنامج يا جماعه اسمه ايه؟ ايزوليشن ريبورت، العزل. العزل دي حاجه كبيره جدا في الانفكشن بريفنشن. يعني ايه العزل؟ ماذا يعني العزل؟ ان انا بعزل المريض اللي هو عنده مرض معدي عشان امنع انتقال المرض ده لمريض تاني ممكن موجود في المستشفى او ممكن يتنقل للاستاف. سيبريشن. ايوه زي ما حضرتك اتفضل. طب يعني ايه الحجر؟ احنا عندنا حاجه اسمها العزل وحاجه اسمها الحجر. اجاوب؟ جاوبي. الحجر احنا بنحجز ناس اصحاء لغايه ما تعدي فتره الحضانه، اذا ما ظهرش عليهم مرض خلاص بيطلعوا المجتمع، اذا ظهر عليهم مرض بنعمل لهم ايزوليشن. كويس، برافو. الحجر الصحي ده، الحجر الصحي سواء برافو سواء هو مخالط هاي ريسك كونتاكت بعمل له حج 14 يوم او 10 ايام او زمان حسب الايكويشن بتاع كل مرض لفتره معينه انتظارا لظهور المرض عليه، ما ظهرش يبقى خلاص عدى الفتره الحرجه، ده اسمه الحج. دايما بيتم بره المستشفى. اما العزل بيتم دايما في المستشفيات الايزوليشن. العزل ده في المستشفيات انواع، ايه انواع العزل؟ كونتاكت، كونتاكت ايزوليشن، ايربورن ايزوليشن، ودروبليت ايزوليشن. اجاوب الايزوليشن احنا بنعزل السورس اوف انفكشن او بنعمل عزل بروتكتيف لان احنا خايفين عليهم من الانفكشن. يبقى عندنا نوعين من العزل. كويس. باضافه للعزل. برافو. طيب اللي خلص يقفل المايك عشان ما يعملش نويز على زمايله. يبقى عندنا عزل للناس خايف عليهم يجي لهم منكم برمايز، وعزل للناس المصابين عشان ما يجيش منهم الشر. وزي ما قلت منكم احنا عندنا كونتاكت ودروبليت واير فور رايز. الكوفيد 19 نوعه ايه يا جماعه في العزل؟ تحطوا فيه كوفيد 19 دروبليت. اجاوب؟ جاوبي. ايربورن. انا بعلى عشان انا في اجراء، انا في بانديميك، فانا بعلى بالاجراء لاغلى حاجه، فانا بطبق الايربورن. كوفيد از دروبليت. كوفيد از دروبليت unless you are doing contact aerosol generating procedure you should have to do airborne isolation. برافو يا عبد الله، شكرا جزيلا. ايمان واخده ستيب هاير، عندها امكانيه، المستشفى بتاعتها ما شاء الله مليانه نيجاتيف روم بريشر، وعندها عدد كافي من الاسره، فهتحط الناس في نيجاتيف. واخده وان ستيب مور اب تو هير، ولكن الستاندرد العالمي الدروبليت ايزوليشن في الكوفيد انليس زي ما قال عبد الله الله يكرمك انليس ام دوينج ريسول جنريتنج بروسيد. الحاله دي المريض موجود في الدروبليت ايزوليشن روم، هاخد منه شواب، هنقله في النيجاتيف روم، هاخد منه شواب وارجعه تاني للدروب. اما دكتوره ايمان جزاها الله خير عندها مستشفى كبير ومليانه نيجاتيف روم بريزر وعندها امكانيات ضخمه تستوعب هذا العدد الكبير من هذا الكوفيد 19، الله معها ربنا يكرمها، وخدت وان ستيب مور خلاص. ولكن الستاندرد از دروبليت ايزوليشن. يبقى عندنا كونتاكت ودروبليت واير فول. لازم يبقى عندي ثلاث انواع من العزل في المستشفيات. تمام؟ طيب العزل الاير بورن بيتميز بايه؟ الغرفه اللي هي مسميها الاير بورن ايزوليشن ماذا تتميز به؟ نيجاتيف اير بريشر. نيجاتيف بريشر. ايه تاني؟ ان هي مقفوله على طول. مقفول على طول. ماشي، ايه تاني؟
وفيها سهله التنظيف التعقيم هاند فاسيليتيز. لا لا انا عايز نسمع بعض. دكتور فيها according to the situation what is the case inside the room. حد قال لي كلمه حلوه امل محمد قالت بعيده على كام. I like this expression. الاركسيكنت طيب ايوه طب كملوا ماشي. الاركسيكنت ايوه برافو. الاركسيكنت از قد ايه يا عم عبد الله؟ والله افتكر 12 برافو. لازم اغير اول اوضه كل 12 مره كل ساعه. كل سنجل روم يا دكتور تبقى سنجل روم. برافو. ما اقدرش اعمل فيها كوهورتي، ما اقدرش اعمل فيها سريرين وثلاث، لا ما اقدرش الا اذا بقى ضاق الحال وما فيش والحالات هجمت عليا كتير جدا بضطر احط الايه دو المرض الواحد في مكان واحد. لكن هذا نص الكلام. تكون فيها هاند هيجين فاسيلتيز. اقفلوا يا جماعه اللي ما بيتكلمش يقفل عشان النويز لزمايله. فضلا. ايوه قولي يا اميمه. اميمه مش معانا. دكتور الله يعطيك العافيه، في سؤال بالنسبه للكوهارت. هل أيوة. اقدر ما عنديش انا نيجاتيف بريشر، هل اقدر احطهم في غرفه واحده؟ هل وجود الهيبا فلتر ضروري ولا مش ضروري يعني؟ في حاله عدم وجود نيجاتيف روم بريشر ممكن استعمل هيبا فلتر من النوع اللي هو كرييت نيجاتيف بريشر. إذا ما فيش هيبا فلتر برضه. الهيبا فلتر في نوعين، نوع اير بيوريفاير وفي نوع اير بيوريفاير بلس نيجاتيف بريشر كرييشن. ف لو عندي لو احنا قلنا المريض اصلا دروبلت يعني مش محتاج هيبا فلتر. بس انا بتكلم لو بعمل للمريض الكوفيد الريسول جنريتنج بروسيدر محتاج نيجاتيف بريشر وما عنديش، يا اما بجيب له الهيبا فلتر في بورتابل هيبا فلتر بيتحرك كده اجيبه في الغرفه واشغله وبعدين اخد السؤال، او انقله في النيجاتيف في الغرفه فيها امبلت. الهيبا فلتر نوعين، في امبلت يعني مبني ومتثبت في الجدران وطالع كده، وفي بورتابل بيتحرك ما بين الغرف. فانا بعمل كوهورتنج اجابه على السؤال. انا بعمل كوهورتنج في الدروبلت، يعني ما عنديش مكان ممكن احط اثنين كوفيد ممكن، بس خطر. ليه؟ لان عندنا نيو ميوتنت دلوقتي ممكن يبقى المتحول الجديد مع القديم، خطر جدا. المفروض ما اعملش يعني الا في حاله الضيق، يعني ما عنديش فاسيلتي بشتغل في بيئه ما فيهاش موارد ودوله فقيره مثلا او مدينه متطرفه وما فيهاش فاسيلتيز مضطر. لكن في النيجاتيف بريشر روم الستاندرد نو كوهورت، تمام. انما اعمل ما عنديش نيجاتيف بريشر في الايروسول جنريتنج استخدم الهيبا فلتر، تمام. ما عنديش هيبا فلتر هنا بقى. لو انتم تذكروا في عيادات تطمن في المملكه العربيه السعوديه في الهواء الطلق، طالما بتعمل سوابنج بالهواء الطلق وانت لابس البي بي خلاص يبقى بيعملوا دايما. طالما انت بعيد عن الغرف المغلقه في الهواء الطلق ممكن تاخد الجواب. لو انت ما عندكش تعمل ايروسول جنريت، ما عندكش نيجاتيف بريشر روم ولا هيبا فلتر، اعمل مكان بقى كده في الساحه تاخد منه جواب من الناس والستاف يلبس وياخد الجواب. انا بديك حلول، بس ايه طبعا حلول يعني واقعيه في بعض دي بنسميها الاكسبشنال سيتويشن. طيب يبقى عندي ايزوليشن بريكوشن، عندي غرف عزل. لازم غرف العزل يا جماعه تتناسب مع حجم المستشفى، لازم متوزعه في الغرفه مثلا في الطوارئ وغرفه في الاي سي يو وغرفه في العزل وغرفه في النساء وغرفه في الجراحه. لازم اوزع على المستشفى لان كل حاله بتحصل انفكشن، حاله في الجراحه عندها انفكشن بحطها في العزل، تمام. يبقى في even distribution of isolation. طيب الامبلوي هيلث من الفانكشن اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول عياده الموظفين او الامبلوي هيلث صحه الموظفين،
ما هي أهمية الأهم بالمليتات؟ حد يقول لي كده؟ الناس اللي شغالة دول دكاترة وتمريض الألفين والثلاثة والأربعة والعشرة خمستاشر ألف موظف في المستشفى. أجاوب؟ جاوب. الفحص قبل التعيين وفحص سنوي وتطعيمات وإجراءات ما بعد التعرض للوخز. تمام؟ طبعا برافو عليك. فيعني قلت طيب. يعني موصل ده بوينت. يبقى دي اسم هيئات الموظفين. واحد خد ميدل ستيك انجل دي كانت الموظفين في فيرست ايد وبعدين يروح نادي كامل. تمام؟ واحد اكسبوز يجي يقول لك يا دكتور يا انفكشن كنترول الحقوني. انا كشفت على مريض وما كنتش لابس وطلع كوفيد 19. مين اللي هيعمل الفالويشن؟ هيئه الموظفين. تمام؟ الكشف الطبي يعني جايب اطباء جديده دكاتره جديده وممرضات تعمل لهم كشف طبي عشان تشوف عندهم امراض مرضيه ولا لا. طيب كل مع تجديد العقود يعمل لهم كشف طبي ثاني عشان تشوف امراض مرضيه عندهم ولا لا. تمام؟ وهكذا. هيئه الموظفين من اهم الفانكشن للانفكشن بريفنشن عندهم. السيك ليف الايزوليشن دايز الايام اللي هيقعدها 10 ايام واحد اصيب هيتعزل 10 ايام. مين اللي هيديله تكليف على السيستم؟ هيئات الموظفين. اللي خد هوم ايزوليشن ما عندوش اعراض بس طلع بوزيتيف دكتور بوزيتيف ما عندوش اعراض بعدينه في البيت عزل منزلي. مين اللي هيديله تكليف ويتابعه كل يوم؟ اللي هو بلو هيلث. تمام؟ اذا عندنا مكان مرجعي للعاملين في المستشفى. الامبلو هيلث ده ممكن تورن باي انفكشن كنترول ستاف او رن باي فاميلي ميديسين ستاف ان كوبريشن وذ انفكشن كنترول. تمام؟ طيب طبعا في تفاصيل بقى كده ايه التطعيمات اللي هنديها وندور على الامراض ازاي ونتابع ازاي وازاي نتعامل مع الميدل ستيكيدجز بقى تفاصيل كتيره جدا عايزه ايام وساعات طويله احنا بنديها في الكورس بصفه عامه. طيب من اهم الفانكشن كمان في الانفكشن بريفنشن اند كنترول الكليننج والديس انفكشن والاستيرلايزيشن اللي هو القسم اللي بنسميه قسم الايه؟ هاوس كيبنج. لا هاوس كيبنج التعقيم. تعقيم CSSD. سنترال استيرلايزيشن يونت. برافو. سنترال ستيريزيشن ديبارتمنت اللي هو قسم التعقيم ده في غايه لا مهم. ليه بقى انت تقول لي بقى عايز اقول ليه مهم السي اس اس دي؟ لانه الانفايرمنت والاكويبمنت اللي بتستعمل بعض المرضى كلها عرضه لانها تكون كونتامينيتد. ف unless we clean disinfect and sterilize we cannot use it and we can disseminate infection if it is not properly cleaned or disinfected or sterilized according to the use. طب ايه كمان؟ شكرا يا عبد الله. ايه في المايك عشان المايك الالات المعاد استخدامها. عندي ادوات كثيره جدا في المستشفى. عندي الات وادوات جراحيه وادوات اسنان وادوات عمليات واجهزه اشعه وعندي حاجات كثيره جدا بعمل لها كليننج ديسانفكشن وستيرلايزيشن. هل في فرق بين الثلاثة ولا هما واحد؟ كليننج وديسانفكشن وستيرلايزيشن حاجة واحدة ولا ثلاث حاجات؟ أكيد في فرق يا دكتور. إيش الفرق؟ هو عملية بتاعت نظافة يعني زي ما بي سم أوف أورجانيزم. ديسانفكشن وي كانوت كيل ذا سبورت باي ديسانفكشن. استيرلايزيشن إز more advanced and we kill all organism or life organism are killed. طيب قربت يا عبد الله شكرا. بس حد عايز حد تاني يكلمني على الفرق ما بين الكليننج والديسانفكشن. لان عبد الله قال لي تعريف عايز شويه ايه تفصيل. حسب البروسيجر اللي اتعملت اللي هي لو ريسك زي الانتكتين سكين الحاجه اللي محتاجه هاي ليفل ديسانفكتنت زي
الاندوسكوبي اللي هي تاتش. فرق لي ما بين الكليننج والديس انفكشن الاول. هو الكليننج مع الناس كلها، كليننج لازم في كل حاجه قبل، اهم حاجه في الديس انفكتد او السيرولايزيشن كليننج. يعني ايه كليننج؟ النظافه المانوال، المانوال كليننج. كليننج وي يوز ديتيرجنتس، ديتيرجنتس سوب لايك ذات ريموف ديرتيز. ايوه وي يوز ديتيرجنت سوب ديرتيز. ما احنا بنشيل الاوساخ الاول قبل قبل ما نعمل سويلينج. كليننج يا جماعه ريموفال اوف دير سويلينج اورجانيك ماتيريال. الكليننج لازم نعمل كليننج قبل الديسنفكشن. ليه؟ لان لازم نشيل السوليد دير او سويلينج او الاورجانيك ماتيريال اللي مغطي على الاورجانيزم. لان لو خدته بدون كليننج على الديسنفكشن، الديسنفكتنت مش هيصل للأورجانيك، هيبقى فيه بارير. فكليننج الأول بشيل الدير السويل الأورجانيك ماتيريال. خلصنا الكليننج بستعمل فيها الديتيرجنت زي ما نقول. فالديس انفكشن عندي بقى 3 ليفل: لو ليفل ديس انفكتنت، انترميديت ليفل ديس انفكتنت، هاي ليفل ديس انفكتنت. بيعتمد على ايه؟ انا بعمل الايتم ده انا هستعمله فين؟ ومن هنا بنقسم الايتم سيرجيكال الى non-critical item, semi-critical item, critical item. ايه non-critical item؟ اي اداة هتلمس جلد سليم اسمه non-critical. يعني جلد سليم protection contact skin on contact skin ده هعمل له low level disinfection. semi-critical item زي المنظار، المنظار ميوكس ممبرين، على الميوكس ممبرين. برافو عليك، ده بسميه ايه؟ semi-critical. الميوكس ممبرين partially فده بعمل له ايه؟ انترميديت. بعمل له هاي ليفل ديسنفكشن. يبقى انا عندي لو ليفل ديسنفكشن لو الاداه دي هتلمس جلد سليم. لو هتلمس ميوكوس ممبرين بعمل هاي ليفل ديسنفكشن. طب الاداه دي هتدخل جوه، ده اداه جراحيه هتدخل جوه الجسم، اعمل لها سترايز. دي تقسيمه بنتكلم فيها بالتفصيل واحنا بنشرح الكورس عن الايتمز والسيرش. طيب ندخل على نعم قول يا عبد الله. Spalding classification of disinfection. Spalding classification. ايوه تمام. عايز classification of disinfectant. بتكلم على ايه؟ طيب عشان بس الوقت يداهمنا. نقطة مهمة جدا لل functions of the program. ال hostile environment. مين اللي هيقوم بدور ال hostile environment؟ الدكتورة اللي كانت بتتكلم جاوبت على السؤال اللي فات. الهاوس كيبنج. ايوه ايوه اين انت؟ انا دخلت كنت بصلي المغرب ودخلت بحسبكم بتتكلموا في الهاوس كيبنج فقمت قايله هاوس كيبنج في الانفايرمنتال كليننج. طيب كده انا في حالك ظهرت السؤال ده بقى صح كده. هوستل انفايرمنت اللي هو الهاوس كيبنج اللي ما بيشتغلوش لوحده، لا هاوس كيبنج اند رينوفيشن اند انستراكشن اولسو. انستراكشن رينوفيشن ده قصه ثانيه، بس خلينا في الاول ما احنا ده قصه. الانفيرومنت يبقى هوستل انفيرومنت يهمنا ايه فيها في الانفكشن كنترول؟ ماذا يهمنا في الانفكشن كنترول؟ الترمان كليننج، الايزوليشن روم. كليننج ممكن السورس بتاع الانفكشن او الاورجانيزم يكون موجود على السيرفيسز او في الانفيرومنت. من السيرفسز يا جماعة مهم جدا. السيرفسز الأسطح، المستشفى ما هي إلا مجموعة أسطح. الأسطح دي بنسميها كلينيكال سيرفسز وأوفيس سيرفسز وهاوس كيبنج سيرفسز. أسطح المستشفى مقسمة لثلاثة: كلينيكال سيرفسز الأداة اللي فيها بيشنت، أوفيس سيرفسز المكاتب الإدارية، هاوس كيبنج سيرفسز الأرضيات والحمامات. كل سطح من ده في البوليسي مكتوب يتنظف ازاي وهاو فريكوينت، كم مره في اليوم او في الاسبوع، ويتنظف بايه البرودكت اللي هنستعمله والديليوشن ازاي في البوليسي. يبقى المستشفى اول حاجه في الانفيرمنت السيرفيسز. طيب غير السيرفيس ايه تاني يهمنا؟ النفايات، فصل النفايات والتخلص منه. الله عليك، بس شوف الصاله جاب النتيجه ازاي. Hostile environment, medical waste management. Medical waste
مانجر برنامج تخلص من النفايات الطبيه، وده برنامج كبير وكلام عن الكلام اللي هو داخل فيه بقى الكالر كودد باجز، النفايات المؤذيه احطها في اي كالر، النفايات شارب ويست احطها في اي بوكس، الريجولار ويست احطها في اي كالر باج، البودي بار احطها في اي كالر. ما كالر كودد ميديكال ويست مانجمنت، بودي بار ريد باج، الريجولار ويست بلاك باج، الانفكشن ويست في يلو باج، الشاربس بحطها في الشارب بوكس. يبقى ميديكال ويست برنامج كيميكال. ايه كمان في الانفيرومنت يهمنا؟ اللاندري، تعامل مع المفروشات. برافو عليك. اللاندري، اللاندري يا جماعه المفروشات والحاجات اللي بتتغسل وبتتعقم وبتنضف لها بوليسي كبيره، درجة حرارة المية والدورة والبتاع بتقوم كل قد ايه، قصة كبيرة كده. ايه كمان في الانفيرمنت؟ البيست كنترول بروجرام. برافو عليك، ابريشيت يو. بيست كنترول، تخلص من الحشرات. ما ينفعش المستشفى فيها فران، ما فيها نمل، ما فيها بعوض، ما فيها ذباب، ولا فيها حيوانات. ما ينفعش، لازم في كومباني عقد معاها تعمل بيست كنترول. وقيم الكمباني إبري مانت، أنا بقيمها وبديها الدرجة وبناء على تقييمي ودرجتي بتاخد فلوسها من إدارة المشروع. إيه كمان في الإنفيرومنت؟ ما هو تعريف الإنفيرومنت؟ الإكويبمنت؟ إيه؟ ممكن الإكويبمنت. طب يعني وسعيها علينا شوية. كل ما يحيط بالإنسان يعتبر بيئة. هي البيئة المحيطة. كل ما يحيط. يحيط بنا كثيرة. هي كل ما يحيط بنا. طب إحنا ذكرنا بعض الحاجات، فاضل إيه تاني في الانفيرومنت مهم؟ ها؟ دايات السيرفيس. برافو عليك. كافيتيريا، الأكل. فود يا جماعة، أكل هناكل. مفيد. أكل ده جنبنا. هناكل والمرضى هياكل والزائر هياكل، ممكن يحصل فود بويزن. يبقى الاكل مع الاكل في حاجه تانية، ايه بقى؟ ها الطعام ولا ايه؟ الووتر سيستم، الميه. الميه، الميه اللي هتغسل بيها ايدك وتعمل هاند هايجين. الميه اللي هي دي انفيرمنت، هتغسل ايدك بميه مش مظبوطه ولا بتغسل ميه مظبوطه، هتعمل هاند ووش ازاي؟ المريض هيعمل هاند ووش ازاي؟ هتغسل، تعمل كليننج للادوات اللي بتتعقمها بميه مش مظبوطه او كمان مظبوطه. يبقى الووتر سيستم قصه كبيره، مواصفات الميه و و و الى اخره. طيب غير الاكل والشرب ايه كمان؟ من الاول كمان يا دكتور، المفروض ان احنا كمان قبل بناء المستشفى نفسه نغير المين. عايز بس تفهم معايا. ايوه يا دكتور، قول يا ريم. البليس نفسه بتاع المستشفى اصلا من قبل ما هي تتبني، ده كانفايرومنت احنا بنحط له معايير من قبل ما نبني المستشفى نفسها. يعني المكان اللي هيتبني في المستشفى ان هو يكون بعيد عن المصانع، يكون بعيد عن اي تلوث سواء سمعي بصري، كلام كل ده احنا بنختاره من قبل ما نبني المستشفى كانفايرومنت عامه. يعني حط بقى حته لحمه هنا وحته لحمه هنا وتشوف اللحمه دي بس بتقابليه ازاي، والقصه دي اختيار المكان طبعا. بس احنا دلوقتي جوه المستشفى، بنت خلاص احنا جوه المستشفى. قلنا الاكل، الطعام والشراب والاسطح والنفايات ومكافحه الحشرات. ايه كمان؟ في حاجه مهمه بقى ثانيه. HVAC system. الله عليك. الهواء. الهواء. شكرا يا عمي. الهواء يا جماعه، هواء المستشفى. الناس تروح تشم هواء في البحر، على البيت، بحر. هواء المستشفى ده ممكن يعمل لك مشكله كبيره. عشان كده اخترعوا ما يسمى بالاتش فاك سيستم. الاتش ده الهيتنج، البي الفنتيليشن، الاي سي اللي هو الاير كونديشن. اتش فاك سيستم، تهويه المستشفى. اما اتكلم عن نقطه الانفيرمنت عند الميه والاكل والاسطح والنفايات ومكافحه الحشرات،
وتهوية المستشفى. وداخل في التهوية بقى درجة حرارة المستشفى أو درجة حرارة الأقسام وتغيير الهواء وفلاتر الهواء والإير هاندلينج يونت اللي بحطها، ويدخل فيها بقى المينتنس والهندسة مهندسين قسم الصيانة والهندسة، قصة كبيرة جدا. الانفيرومنت دي قصة عالم كبير جدا، خدنا فكرة عنها الحمد لله. من أهم الفانكشن الانفكشن بريفنشن والبروجرام الإدوكيشن والريسيرش. يعني إيه الكلام ده وأهمية الكلام ده؟ إدوكيشن والريسيرش هل هم مهمين ولا في حاجة زيادة؟ سامعني ولا مش سامعني؟ طبعا مهم الادوكيشن الستاف الموجودين اللي هم الادل ادل طلاب نعرف يعني ايه هم محتاجين ايه عشان يتعلموه زي الادوكيشن المقصود بيها ايه هنا الادوكيشن knowledge دكتور knowledge والinformation اللي هو training للhealth care بعلم الصف الصف ما يعرفش خلاص يقفل المايك عشان الصف بعلم الصف بدرب الصف يغسل ايده ازاي يلبس البي بي اي ازاي يعمل بروتكشن لنفسه ازاي يتاكد ان السيرفيسز ينتكتف ازاي يعمل تباعد اجتماعي ازاي يلبس الماسك ازاي يعمل هاند هايجين ازاي تعلمه البريكوشن بتاع الكوفيد الفكره دي بصفه عامه بعمل بروجرام يا دكتور للإنفكشن بريفنشن يعني بدلهم بروجرام للإنفكشن بريفنشن برافو بديهم بروجرام للتريننج والإديوكيشن طبعا بعمل الأول سيرفي عندهم ويكنس في إيه وأبدأ بيه إلا إذا هجم علينا الكوفيد 19 بعمل بريوريتي على طول حط الكوفيد 19 إديوكيشن في الأول وأويرنس لأن الستاف من حقه يعرف إيه هو البريكوشن عشان يحمي نفسه ويحمي المرضى تمام؟ طيب من أهم الفانكشن بتاع البروجرام إنفكشن بريفنشن كنترول المانجمنت الإدارة إدارة مكافحة العدوى إدارة قسم مكافحة العدوى تبقى عندك فكرة إزاي بتتم الإدارة من الهيد الستاف للكوردينيتور للبراكتيشنرز كمان كيفية التعامل مع إدارة الطبية وإدارة المستشفى، كيفية التعامل مع الإدارات الأعلى التابع لها المستشفى، وكيفية التعامل مع الإدارات الأمراض. والتواصل ودي كومبتنسي مهارات التواصل، إزاي تواصل مع الناس بدون التعالي عليه أو التقاضي عليه، يعني تبقى عندهم جدج أو تبقى متعالي عليهم فبيحسوا بإحساس بيجيلهم إحساس العداء وعدم التعامل فلازم يتعلم إزاي يعمل كوميونيكيشن لأن الشغل الإنفكشن كنترول كله في أيدي الآخر إحنا بنعلمهم وهم بيشتغلوا كوميونيكيشن مهم جدا في المانجمنت من ضمن الفانكشن بتاع دي آخر سلايد على فكرة أو قبل الأخيرة من ضمن الفانكشن الريسك اسسمنت الريسك اسسمنت يعني ايه ريسك اسسمنت طيب هقول انا بقى عشان احنا قدامنا تقريبا 14 دقيقه او ريسك اسسمنت يعني ايه يعني الانفكشن كنترول يعمل ايفالويشن للريسك اوف انفكشن في المستشفى كله في معادله معينه جدول معين بيتعمل والريسك اللي بياخد اعلى سكور ببدا اعمل له اكشن بلان وانيوال كل بدايه سنه تعمل ايفالويشن للريسك اوف انفكشن في المستشفى الريسك اوف انفكشن بياخد اعلى سكور بعمل له اكشن كمان بعمل ريسك اسسمنت حاجه اسمها اقرا لما في كونستراكشن رينوفيشن بعمل ريسك اسسمنت واشوف الليفل بتاع الليفل اوف بريكوشن لاي كونستراكشن بهت بوسخ بوسع تطبيق العمليات بسيطة. من ضمن الفاكشن بتاع البرنامج مكافحة العدوى recall of potentially contaminated equipment
حصل ديفكت في التعقيم ووزعنا الادوات على المستشفى واكتشفنا ان في ديفكت عايزين نرجع الحاجات. لازم في اليه معينه ان انا استرجع، عارفين ما يبقى في سيارات فيها عيوب صناعه يقول لك التشغيله الفلانيه رجعها لنا ثاني، عندك اليه معينه ترجع الادوات او الادويه المعينه او السبلايز المعينه. تمام. من ضمن الفانكشن، الفانكشن بتاع البروجرام سيليكشن او بي بي اي، يعني تبقى في لجنه المشتريات تشوف الكواليتي بتاع البيرسونال. طبعا في بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت كانت مغشوشه اتوزعت في الكوفيد 19، ليه؟ نتيجه الدول كلها كانت بتصرخ البي بي اي من بعضها، كان في مشاكل كده. اختار السيليكشن وهاو تو يوز وهاو تو ديسبوز، ماشي. من ضمن الفانكشن بتاع البروجرام الكاف اتيكيت، احنا كلنا بنحب الاتيكيت مش كده؟ الكاف اتيكيت يعني ايه؟ كفر يور كاف نود كفر يور كاف باي يور هاند اور باي يور هاند اور اور تيشو. لا مش اور، وين يو when you cough or sneeze cover your mouth or nose by mask and then do hand rub or hand wash. طيب يبقى ما ينفعش بالهاند يا جماعه، انا بكفر mouth and nose by tissue. طب ما معيش tissue، بعمل cough sneezing على الابر arm او الشولدر. يعني use the cough etiquette. الكاف اتيكيت اللي هو you don't have to sneeze or cough in front of the faces of your colleagues or your patients. It doesn't work like this. So what you need to know, what you need to do is to cover your mouth and nose with the tissue. If you don't have this tissue, you can do it on the upper arm or your shoulder to make sure that it's not distributed around this cough. نعلمها للpatient، نعلمها للpatient. من ضمن الفانكشن بتاع البروجرام الانتي مايكروبيال ستيوارد شيب بروجرام، برنامج الاستخدام الامثل للمضادات الحيويه، وده فيه كتب كتيره كيف نستخدم برنامج مناسب للمضادات الحيويه. ايه الهدف من هذا البرنامج؟ حد يقول لي؟ prevent the spread of multi drug resistance organism. برافو عليك، بالظبط. يبقى امنع الريزيست ان انا الهازر يوز انتيبيوتيك. بعد شويه هتبقى كل الاورجانيزم ريزيستنت، مش هلاقي مضاد حيوي. ففي برنامج عالمي انترناشونال WHO وبعدين وزارات الصحه وبعدين المستشفيات يقوم به مكافحه العدوى بالتعاون مع الاقسام الصيدليه في المستشفيات. من ضمن الاكشن او الفانكشن بتاع البروجرام الكوفيد 19 ميجر، دي قصه كبيره بقى، وانتم اكيد عايشين في هذه المعمعه منذ فتره، فالحديث عنها يطول. اللي هو سيبسيس دكتور؟ نعم. برنامج سيبسيس ثاني سامع. في برنامج اسمه سيبسيس اللي هو مخصوص عشان اللي هم ممكن بياخدوا انتبيوتك وبيحصل لهم ريزيستنس. في برنامج سيبسيس من ضمن الفانكشن بتاع الانفكشن، واي برنامج خاص بالانفكشن بيمنع الانفكشن او الانتبيوتك بيتبنى الانفكشن. من ضمن الفانكشن بتاع البروجرام بيشنت بليسمنت. بيشنت بليسمنت يعني ايه؟ يعني لما المريض يدخل بمرض انفكشن ديز معين هنحطه في ايزوليشن، مين اللي هيقول هتصبح انك تحط المريض ده فين؟ دروبلت ولا كونتاكت ولا اير بورت؟ بيشنت بليس. طيب ولا احطه في نورمال وارد؟ طيب ترانسفير حاجه انقله وهو عنده انفكشن ديزيز لازم يعطيه جايد لاين. طيب امتى اعمل ستشارت للمريض بالانفكشن ديزيز؟ مين اللي هيقول؟ انفكشن كنترول. تمام؟ طيب من ضمن الفانكشن البيشنت كير برودكتس اند ميديكال ايكويبمنت، اختيار الأجهزة الطبية سهلة التطهير والتعامل. لجنة المشتريات ولجنة الأجهزة أنت عضو فيها تختار البرودكتس
يتوفر فيها انها easily disinfected. وطبعا as per company guidelines، شركة اللي بتجيب الاجهزة لازم يكون عندها guidelines how to disinfect and devices، واختار المناسب منه. من ضمن الفانكشن بتاع الانفكشن كنترول الباكسين، لازم اعرف الباكسين اللي ايه الباكسين اللي اعطيها الهيلث كير وركر، ايه الباكسين اللي المفروض الاطفال في هذا البلد الذي اعمل به بياخدوها في السكيدول، ايه الباكسين الخاصة بالكوفيد 19 وايه السايد افكت بتاع كل واحد وايه البروتكشن، وابقى تو بي ابديتد واعمل ابديتنج للستاف عندي في المستشفى. تمام. طيب من ضمن الفانكشن بتاع البرنامج الميديكال ويست مانجمنت اتكلمنا عليه، والبيست كنترول طبعا دي كومباني تتعاون معاه، الا اذا كان عندي قسم اسمه قسم انفايرمنتال ديبارتمنت قوي وفي اكسبيرت ممكن استخدم. من ضمن الفانكشن بتاع الانفكشن بريفنشن اند كنترول الفلو تشارت اوف انفكشوس ديزيز كيسز، يبقى المريض من اول ما يدخل لحد ما يطلع هيمشي ازاي وهيدخل فين وحفظ الاستاب بتوعه، هو الفلو تشارت. مريض جاي باعراض دخل على الفيزيو والترياج اتعمل له سكور، سكور اكثر من 4 او اكثر من ستاندرد الابروفد باي ذا كونتري، يدخل على الاي ار فيزيشن يطبق الكيس ديفينيشن هل هو سسبكتد ولا نوت سسبكتد، وكوفيد اكزام سسبكتد بيدخل يعمل سواب، وبعدين يروح البيت في الايزوليشن اذا ما كانش محتاج ادميشن. اذا محتاج ادميشن في حاجه اسمها ادميشن كرايتيريا 1 2 3 4 5، هدخله في الايزوليشن لحد النتيجه ما تطلع. فلو تشارت مهم جدا. من ضمن الفانكشن عشان احنا خلاص بقى كده سيف انجكشن براكتسز، لازم سنجل يوز سيرنج ونيدل، اتجنب المالتي دوز فايل، احتفظ بالمالتي دوز اللي انت مضطر بيها الكالاتيه، في جايد لاين كتير جدا للسيف انجكشن. من ضمن الفانكشن السبيل مانجمنت، ودي المفروض تتحط في الانفايرمنت هوستل انفايرمنت، هاو تو ديل وذ ذا سبيل. سبيل يعني ايه؟ يعني المريض نزل على الارض او جرح بفتحه ان طلع منه فلويدز على الارض، او مريض عمل بوميتنج على الارض تمام، او على سطح من الارض، ده اسمه سبيل. سبيل دي لها قصه، هاو تو ديل وذ ذا سبيل. دلوقتي في سبيل كيت، وده يعمل اعمل وارنينج عشان المرور، واكلم الهاوس كيبنج وايه المواد اللي بضيفها على السبيل واتعامل معاها ازاي. في قصه طويله جدا، موضوع كبير جدا بنشرحه في الكورسات وفي الشغل بتاعنا. الاتش باك سيستم اتكلمنا عليه كتير. اخيرا من اهم الفانكشن بتاع الانفكشن كنترول بروجرام، الانفكشن كنترول كونت. ماذا يقصد بالانفكشن كنترول كونت؟ لجنة مكافحة العدوى. حلو، ما انا عارف كده. ايه بقى دي لجنة مكافحة العدوى؟ هي لها ديوتي وبتعمل اجتماعات 4 مرات في السنة، وبتعمل البوليسي والبروسيجر. ايه الممبر؟ الدايركتور، ميديكال دايركتور. طب كملي الاجابات، انت ماشي صح بس كملي الاجابات على بعض. يعني لجنة مكافحة العدوى دي يا جماعة مهمة جدا من الفانكشن بتاع مكافحة العدوى بروجرام، لازم يكون في كل مستشفى لجنة مكافحة العدوى. لجنة مكافحة العدوى تجتمع يا ربع سنوي يا شهري حسب ما انت عايز. لجنة مكافحة العدوى أعضاء من كافة أقسام المستشفى. يفضل الهيد والهيد قسم الجراحة، قسم البطنة، الأطفال، النساء، المينتنس، الطوارئ، كل الأقسام ممثلة، نيرسين، كل الأقسام ممثلة في هذه اللجنة. هذه اللجنة لازم تكون برئاسة صيادلة. أيوة صيادلة. نعم صيادلة طبعا طبعا، صيادلة وكل صيادلة والأسنان والتمريض والأقسام البشري كلها، وحتى الصيانة. بنعمل continuous evaluation للquality of the care، يعني الquality بتاعت الكير دي احنا عايزين نعرف ايه الجديد في المستشفى، فاحنا بنتابع باستمرار.
انا بعرض بانفكشن كنترول بيعرض على اللجنه الفايندينج اللي في الثلاث شهور لو الفتره السنوي او في الشهر لو الاجتماع الشهري حسب ما انتم عايزين. لقينا الهاند هايجين عالي في الجراحه بس واطي في الطوارئ فمن فضلكم الطوارئ يعمل كده. لقينا انفكشن كثيره في الان اي كيو بس لانها كويسه في قسم النساء فمن فضلكم الان اي كيو في كده. لقينا الهاند هايجين كومبلاينس عالي هنا واطي. لقينا الكي بي اي مش عارف ايه. لقينا الميديكال ويزما اي مشاكل خاصه الفايندينج اللي هو بقى اللي انت بناء على السيرفيلنس بتاعك بتعرض الفايندينج على اللجنه بتسمع ارائهم ومقترحاتهم وبتتفقوا على الاكشن بلان اللي هيعمل كور كوركشن اوف ذيس اكتيفيتيز ويتعمل للانفكشن كنترول كوميتي مينتس اللي هي محاضر اجتماعات وتسجل وتحفظ عشان الاكريديتيشن دي سي اي ما يجي يلاقي هذه الاجتماعات وبحضور مدير المستشفى. انا بشكركم شكرا جزيلا أأمل يكون لكم استفدتم. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله. في سؤال معلش يا دكتور. تفضل. تسلم. في لما يكون عندي مريضين ام دي ار او واحد كلابسيلا واحد إيكولاي هل أسوي لهم كوهارت ولا ما في غرض؟ يفضل الكوهارت من نفس نوع الديزي الأورجانيزم. يعني ام دي ار او كلابسيلا يبقى مع كلابسيلا. إلا إذا ما عنديش سبيس بعمل كوهورت بقى بس دول كونتاكت بريكوشن فببعدهم عن بعض على الاقل من متر ونص لمترين مع بعض واحط برضه بارتيشن دي في حالات نويز بيس. لكن الايديال والستاندرد كل اورجانيزم في غرفه لحاله كونتاكت بريكوشن. شكرا لك. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكركم جميعا يا جماعه على الحضور ونشكر دكتور كامل على حضوره معانا النهارده وان شاء الله تنورونا في المحاضرات الجايه باذن الله. احنا هيكون عندنا الحد الجاي مراجعه سي بي اتش كيو للي حابب يحضر معانا. هيكون برضو حل اسئله. هل صوتي واضح ليك ولا لا؟ هل صوت واضح يا جماعه؟ واضح طبعا. انا محاضره كافه العدوى هل هي تكمل لها؟ نعم محاضره كافه العدوى هل لها تكمل يعني المحاضره النهارده؟ لا هي محاضره النهارده بس ساعتين ان شاء الله وربنا ييسر يكون دكتور كامل عنده وقت ويسمح ان شاء الله بمحاضرات ثانيه جايه باذن الله. بس هو ليه عندنا كذا محاضره على الويب سايت. ليه محاضره انفكشن كنترول بورد والنيو ابديتس في الامتحان للعرب بالعربي وللانجليزي بالانجليزي، وهي محاضره ثانيه اسمها الاوت بريك انفستيجيشنز على الويب سايت برضو، وفي محاضره ثالثه قويه جدا انفكشن كنترول اكريديتيشن ان جي سي اي اند سباهي للمهتمين. كل ده موجود على الويب سايت. زمايلنا الجداد استاذنكم تبعتوا لي على رقم الواتساب اللي على الشات. انا دكتوره زينب حسن اللي لسه جديد معانا ومش عارفني، وطبعا ده بمارستان تريننج سنتر. احنا عندنا كورسات كمان تاهيليه في السي بي اي سي البورد الامريكي مكافحه العدوى والسي بي اتش كيو والبورد سلامه المرضى والسكس سيجما واداره المخاطر والشهاده طبعا اللي الناس كلها عماله تسال عليها العالميه اللي هي الهيمس اللي مرتبها بيوصل في امريكا لاكثر 150 الف دولار في السنه. طبعا ان شاء الله اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه من الشهادات دي يتواصل معايا على رقم الواتساب اللي هو موجود عندكم على الشات لزمايلنا الجداد او القدام. طبعا طبعا زمايلنا الجدد بنرحب بيكم لما تبعتوا لي على الواتساب بنضيفكم على الجروب وبنمشي معاكم خطوه خطوه للتسجيل على الويب سايت عشان تسمعوا التسجيلات وتاخدوا ان شاء الله الشهادات. انا دلوقتي عايزه اعرف لو اي حد فيكم عنده اي استفسار يتفضل يقول لي بخصوص اي نقطه. شكرا ليك يا دكتوره سلوى. هل في اي استفسار من اي زميل؟ يعطيك العافيه دكتوره زينب وانا شاكره صراحه لتعاونكم معنا. بس احنا كنا انا صراحه محتاجه على السيرفيلانس الكاوتي والكلابسي محتاجين معلومات زياده لانه انا جديده في المجال. تمام. طب حضرتك ابعتي لي على الواتساب وهقول لك ايه ممكن نعمل ايه ان شاء الله. تمام يسلموا شاكر تعاونك. لا حبيبت. دكتورة عطيات هتقولي حاجة؟ شوف بس الشات في أحد تاني من زمايلنا عنده أي استفسار؟ أنا معاك.
في اي حد من الزملاء عنده استفسارات اخرى؟ انا معاك. في يا جماعه برامج كتيره جدا على الويب سايت قويه جدا في الجي سي اي، وفي ورك شوبس احنا لسه مولين عنها مجانيه في الكي بي اي في 10 ساعات، في الداتا فاليديشنز، في البيشن سيفتي جولز، في الامبلمنتيشن اوف دوكيومنت، في الانفورميشن مانجمنت سيستم. انا بس هديكم تعريف بالمحاضرين بتوعنا كده. طبعا مثلا دكتور كامل اللي كان معانا النهارده هو كان شغال انفكشن كنترول بقاله اكتر من 20 سنه، هو في السعوديه مع مستشفيات الحرس الوطني السعودي، وهو رئيس قسم مكافحه عدوى في احد المستشفيات العسكريه حاليا. دكتور مازن مثلا في السي بي اتش كيو اللهم بارك وشغال في امريكا بقاله اكتر من 13 سنه كواليتي، ومسؤول عن كواليتي امبروفمنت في اكتر مؤسسه هناك. طبعا في السي بي اس دكتوره شغاله بقالها اكتر من 12 سنه في البيشنت سيفتي. طبعا عايز معلومات عن اي بورد من البوردات بتاعتنا عشان ما اطولش عليكم، او مهتم باي حاجه من الحاجات دي يتواصل معايا على الخاص، احنا عندنا مجاني ومدفوع. ودلوقتي لو فيش اي استفسارات انا هقفل معاكم بقى. هل في اي استفسارات تانية؟ تمام، شكرا ليكم جميعا، نورتونا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.